يجبرك القدر على أنك تكوني مع أكثر شخص ألمك وعذبك وآذاك. ملي كيتخلاو عليك الأهل والأحباب ما كيبقاش من غيره باش يساعدك، كيفاش غادي تكون حياتك؟ في شقة من الشقق الراقية، واحد الشاب هكا مسكي على الأرض عاري الصدر غارق في النعاس، واللي شافو يقول هذا راه داخل غيبوبة ولا راه مات. كيفيق بشوية علي، كيشتف راسك كيحس بالألم، كيحاول يحل عينيه بشوية، كيحركهم في كل اتجاه حتى كيصدم بالمنظر اللي كيشوف قدامه. بنت ما كيعرفهاش هكاك مرمية على الأرض حداه، تشي الحوايج ديالها مقطعين، الجسد ديالها كيبان منه أنه عاري أكثر مما يخفي، بين أنها في إغماء. ناض بلاصتو مفزوع، مخلوع قرب منها كيحاول يفيقها من غيبوبتها، مصدوم للغاية من هذا المنظر. كيحرك بيديه كيحاول ان داك الحوايج ديالها اللي مشرقين يجمعهم عليها هكا لعله وعسى يغطي غير هكا شويه من داك الجسد ديالها. فجأة تحلو عينيه بشدة، بدا كيبلع ريقو بصعوبة ويشوف وكيشوف ديك الكمية ديال الدم اللي خارجة منها. ناض بلاصتو هكا بسرعة، مازال كيحاول يسر داك الجسم ديالها، دوك الحوايج المسقين اللي منيوحين حداها، بس هكا الشميز ديالو بالزربة وهز بأقصى سرعة ولأقرب مستشفى. ملي وصل كيجري كيجري بها هكاك، هز وكيغوت باش يعاونوه. هكا عاونات وحدة من المريضات باش دارها في وحدة من الغرف، مشاو عيطو للطبيب بسرعة اللي دخل عندها هو، بقى بارك على برا غادي جاي كيحاول انه يستوعب اشنو واقع، شنو اللي طرا، واش هو في حلم حقيقة كابوس؟ لا لا، هادشي بزاف على الكابوس. شوية خرج عندو الطبيب كيغوت عليه، شكون اللي دار في المزاد الحالة؟ الشاب كيحس بتوتر وداك القلق والتردد. علاش مالها دكتور؟ واش انت اول واحد كتقرب ليها؟ الشاب هو ما عارفش اصلا باش غادي يجابو. انا كتجينا من العائله، واخا يعني دابا راك مضطر انك تواجه البوليس لانني غادي نبلغ البوليس. للاسف البنت تعرضت لحاله اغتصاب. الشاب هذيك الصدمه عيني مبقاش قادر اني يخليهم في بلاصتو، عيني يخرجوا من داك الدهون، بدا كيتلعثم في الهضره ديالو. اغتصاب؟ طبيب بسخريه. ايوا كيفاش جايبه لهنايا وكتقول كتجيها؟ واش ما عارفش بلا تعرضت لبنت الاغتصاب؟ للاسف الجسم ديالها حاليا في وضع حرج جدا، نزفات بزاف، ولو ما كنتش جبتها في الوقت المناسب كان ربما تقدر توفى. مشى وخلاه واقف، طاح على الارض على الكابيه وكيحس انه في حلم، بدا كيفيق منه. بقى على داك الحال كيحاول ينهض من بلاصتو يوقف. خرج من المستشفى بدون ما يحس بيه حتى واحد، ركب في اللوطو ديالو بسرعة جنونية لوحدة من الشركات الكبرى. كان غادي يحس براسو صافي، راه غادي يحمى غادي بحط السرعة، معرفش كيفاش حتى انه ما دارش حادثة ديال سير. طلع كيجري مباشرة دخل لواحد المكتب، ما انتبهش لديك السكرتيرة اللي كتحاول تمنعو بعصبية. كان واحد الشاب اخر جالس ورا المكتب على الكرسي، بسرعة هكا هجم عليه تهجم عليه، شدو من الكول ديال الشميز ديالو كيغوت عليه. شنو درتي يا الحيوان؟ شنو درتي؟ هو كيحاول انه يفهم منه غير شنو واقع، ولكن والو. شنو درت ما درت والو. شنو درت السي مؤمن؟ ما درت حتى حاجه. مؤمن هو كيزيد كيشد القبضه ديالو عليه، كنقول لك شنو اللي درتي؟ شنو اللي وقع البارح؟ جاوبني قبل احسن ما نقتلك. انور وجهه الاحمر وبدا كيتخنق فعلا، وحكي كيحاول غير ينطق هكا غير باش يخليها كيبعد منه، حتى تلقو دفعه على الارض. قال بصوت محوح، البارح كنا غادي للشقه اللي في النور عادي باش نتمو الصفقه الجديده ديالنا، وانت شربتي بزاف تسكرتي ومن بعد سكت، مابقاش كمل كلامه. مؤمن داك الشرر كيطير من عينيه. شنو اللي وقع؟ كمل كلامك. انور كان كيكذب. طلبتي اني نجيب لك شي بنت باش تدوز معايا الليله، وانا نفذ داك الشيء اللي طلبتي مني. مؤمن عاود تلح عليه كيركل وكيضربو لانه ما صدقش هذا الكلام. هذا انا عمري ما سكرت ولا قربت لفمي، كيفاش كتهضر معايا بهذه الطريقه؟ كذاب. وبقى لي بالسبان والمعيار ما خلى فيه غير ينسى. عمرو ما دار شي علاقه في الحرام، عمرو ما قرب لشي بنت الناس بهذا الشكل هذا. يستحيل يطلب منه ان يجيب ليه شي بنت، وعاد بنت كانت عذراء من الفوق، كيفاش غيديرها؟ كيتهدد عليه وكيضرب فيه، والو ما بقاش حاس براسو نهائيا. كيعطيه لك ما مرا لك ما حتى الدم ولا كيسيل من وجهه كامل. ما قدرش يصدق ان بسبابه صدق تهجم على بنت هكاك وضيع لها الشرف ديالها. غادي نخليك تدفع الثمن غالي وغندخلك للحبس، عتسنى انوار بلاتي غندمك على حياتك. خلاه خرج هكاك، خلا كلشي الشركه
كتشوف فيهم لان تقريبا الكل سمعوا الكلام ديالو. خرج مؤمن ديك ساعات ناض انور من بلاصتو بصعوبه، دا كيحاول يقاد ديك الحوايج ديالو، كيشوف داك الجروح ديالو الدم اللي ناسل. ديك ساعه مباشره مشى للتليفون وجرى واحد الاتصال بواحد الشخص معين. كل شيء واضح، كل شيء مزيان، الخطه ديالنا غاديه كيف ما بغينا. الشخص الاخر عبر الهاتف، برافو عليك انور، هكا كتعجبني، ولكن مالش صوتك ماشي وهداك. انور هو كيتالم والو، الحرام كنت غنموت بين يديه، بقى كيضرب فيا تسخفني، رجع ليا وجهي كل دم. شحال صحيح. بدا كيضحك داك الشخص بسخريه. معليش انور تكبر وتنساها، من بعد غادي نعوضك، غادي نعوضك على الضرب كامل. ارجع مؤمن بسرعه لهذيك المشفى اللي حط فيها البنت، بقى حدا الغرفه ديالها جالس. الوقت كيدوز، كل ما كيحاول يدخل كتمنع الممرضه لانها مازال في حاله غيبوبه والحاله ديالها صعيبه بزاف. بقى كيراقبها من بعيد، كيحاول يختلس داك النظر ليها. كل ما تفتح الباب ديال الغرفه كتدخل عندها شي ممرضه كتداويها، كيتنهد. في الاخر دخل عند الطبيب. الطبيب اللي ما خفاش على وجودك العلامات ديال الاحتقار والاستهزاء فيك يا سيدي، جاو البوليس وشافوا البنت كانت في غيبوبه وانت ما كنتيش هنايا، واش هربتي ولا شنو؟ كان خص ضروري تجاوب على الاسئله ديال البوليس. مؤمن عافاك لو سمحتي، انا بغيت نهضر معك شويه. دكتور اشمئزاز وهو كيشوف فيه، اولا ما عنديش وقت نتكلم معك، فما تحاولش تدافع على نفسك، انا عارف انك ماشي من الاقارب ديالها ولا والو، انك انت اللي درتي فيها هكا، فغير هكا بالذوق سير سلم نفسك للبوليس، وخاك راجل ولو مره واحده في حياتك. جلس مؤمن بصعب صافي، هي كيحس براسو تهد، صوته مخنوق. اسمعني لا عافاك، عطيني غير فرصه نقول لك شنو كاين، بعد دير اللي بغيتي، وان شاء الله الا كان السجن غادي ندخلو على قبلها مستعد اني نخلص. سكت الطبيب كيسمع لي. تحدث مؤمن بكل داكشي اللي بغي يقولوا لي، حتى كمل كلامه. شاف فيه الطبيب صدمه، الا كانت الهضره اللي كتقولها حقيقيه يعني خصك دير اللازم، خصك دير حاجه وحده، حتى لو البنت رفضات وبلغت البوليس. سكت مؤمن وقال الطبيب، البنت هذه كانت بنت واللي تعرضت ليه خصو يتخدم بالزواج، انت خصك تزوجها. مؤمن اكثر من الصدمه ديالها جاتو صدمه اخرى، تزوجها؟ طيب ايوا شنو بغيتي دير؟ كيفاش غادي تداوي هادشي اللي درتيه فيها؟ خصك تزوجها، تثقي فيها الله ولدي، راه بنات الناس راه ماشي لعبه، وعاد كنظن راه كما تدين وتدان. وحتى لو ان عندك العذر ديالك ودرتي هادشي وانت فاقد الوعي، خصك تصلح الغلط، خصك تعرف شنو دير. انت بارك يكفي انك دمرتي لها حياتها. كان مؤمن كيحس بالنطار كيضرب في راسو، ولكن انا ما كنعرف حتى حاجه لا عليها لا على شخصها لا على عائلتها ولا على حتى هي شكون. اول مره كنشوفها كانت هي الليله ديال البارح. طبيب بسخريه، متعرف عليها من بعد ما تزوجها وصلح الغلط ديالك. اذا رضات هي، اذا رضات بك اصلا، تراك درتي كارثه، وبين انك مازال ما حاش بداكشي اللي درتيه في البنت. واش ما بصعبش؟ كمل الطبيب كلامه. دخلت الممرضه للغرفه كتقول بصوت مليء الخوف والاضطراب، دكتور عتق عتق، البنت اللي كانت جايه مع هاد الاستاذ هذا فاقت وكتغوت وكتضرب في راسها. نضوا بسرعه كيجريو بزوج بيهم وتابعوا حتى مؤمن. وصلوا حتى كيلقاوها حالتها ريبا لها هكا مؤمن مورا الطبيب، صافي عينيها بسرعه رجعوا كيسيروا بالدموع، هكا ولاو بحال الجغمه ديال الدم، بس كتغوت كتغوت بواحد الطريقه هيستيريا. وخا خرج مؤمن من الغرفه ولكن بقات هكاك، حتى دقوا ليها مهدئ وعاد رجعات نسات كتسرح من داك الالم ديالها. بقى مؤمن واقف قدام الغرفه كيسترجع الذكريات الليله الماضيه، بدا كيحس شويه بداك الشيء اللي دارو، كيتذكر شي لقطات وغير واعي وغير مستوعب لداك الشيء اللي دارو. دو الدموع كيسيرو من عيني، نض بلاصتو وخرج من ديك المشفى كامله، دخل للدوامه كيفاش غادي يدير يخرج منها. مع دخل الفيلا حتى كيلقى اختو الصغيره كتسنى فيه عند الباب. فيك يا مؤمن من البارح في الليل وكلشي كيقلب عليك، كلشي كيتصلوا عليك، التليفون ديالك مسدود وعاد عندك شي ورق خصك تسنيهم في المكتب ديالك. كتهضر كتهضر حتى كملت الهضره ديالها على خاطر هو ما سمع والو من ديك الكلام اللي كتقول، بحال ودني مصمك عليه. كيبان لها هكاك طالع بحال ما دواتش معاه لحقاتو بغا تفهم مالو. دخل تلح مباشره على السرير ديالو بكل القوه، وهو كيتنهد كيحس بلا صدرو خنوق عليه بواحد الضيق هكا كبير، حتى النفس كتحبس فيه ما قادرش انه يخرجها. دخلت خصو تابعه، مالك مؤمن مالك كتبان عيان شنو واقع؟ البارح حنا كنقلبوا عليك، مالك شنو كاين؟ كتشوف فيه داك الارهاق وداك التعب اللي باين عليه. شد البيت ديالك وجلس حداه قدامه وكيشوف فيها في عينيه مباشره،
شوفي، بغيتك تسمعي هضرتي مزيان، هادشي اللي غنقولو لك كلمة كلمة، بغيت حتى واحد ولا حتى حرف منه ما يطلع على برا ديال هاد البيت. سمعتيني؟ ما براسها بالإيجاب وهي مستغربة، كتحس بالقلق وسكتات حتى تسمع. البارح كانت صفقة مهمة مع شركة منافسة، كان من الواجب أن الاجتماع يكون عندنا في الشركة، ولكن هما أصروا على أنهم يخليوه في الشقة ديال أنوار منير، واحد من اصحاب الشركه اللي غنخدم معاهم الصفقه. مشيت لتما وبقينا كنهضروا على الخدمه وعلى الشركه وعلى كل حاجه بخصوص العقود. فصبح حنا كنسنيو في العقود، شربت شي حاجه المفروض انها عصير، ولكن للاسف كان فيها شي ماده، ما عرفت شي ماده اللي كان المفروض انها تسكرني، ولكن مشي تخدرني، يعني تخليني ندير شي حوايج اللي اوف اعوذ بالله، شي حوايج اللي من غير ما نحس. ومن بعد سكت، دار عيني في الأرض. كانت هانا أختو كتسمع لي، ما تفوهات حتى حرف، كمل كلامه كلهم مشاو وخلاني. لقيت البنت، شي بنت داخله هكاك لديك الشقه، وانا ما عقلتش شنو كاين، ما عقلتش على شنو اللي وقع بالضبط. بعد فقت كنلقى راسي ناعس وهي حدايا وحوايجها مقطعين وداخله في غيبوبه. سكت شويه كيشوف فيها، دارت يديها على فمها بصدمه، ديت المستشفى. بدا كيحاول يهضر ولكن صافي عاوتاني كتقطع عليه الهضره. فهمات انا شنو باغي يقول، شهقات ويا كتشوف خوها، ما تصدقاش ان خوها ممكن يدير هكا. الدموع بداو كيبرقوا في عينيها، شافت فيه بلا ما تهضر. بقاو على داك الحال شحال، ناس بلاصه وهي كتبكي. انت مؤمن ياك؟ انت اللي الناس كلهم كيحلفوا بالعقل ديالك والادب والتدين واحترامك ورجولتك، انت دير هكا في بنت؟ انا تصدمت فيك اخويا، تصدمت فيك. اش كنقول لك، قلت لك كنت سكران ولا ما عرفتش، ما كنتش حاسه بنفسي ولا باي حاجه درتها، والله ما كنت واعي، والله ما عرفتش شنو وقع كاع انا، ولا داك الشيء اللي داروا ليا هو اللي خلاني هكاك. ما فاهمش، ما عرفتش، ما عرفتش واش كاين شي واحد غيدير هكا في بنت بريئه ما عندها ذنب. شنو وهي فين دابا البنت؟ في المستشفى. شنو غادي دير؟ جيتي وخليتها هي وحده مسكينه؟ دا كيضغط على راسو، ما قادرش اني نفكر. صافي كنحس بلي المخ ديالي وقف على التفكير، ولكن راه مستحيل نخليها هكاك، مستحيل. انا بسخريه، ايوا الله يكثر خيرك ملي ما غاديش تخليها، ولكن خصك دير اكثر من هكا، ماشي غير ما تخليهاش، انت خصك تزوج بها. اول ما تخرج من السبيطار خصك تزوج بها، حتى ولا ما كنتيش غتعيش معاها، ولكن تزوج بها هكا باش على الاقل، اقل حاجه ممكن انك ديرها. بدا كيشوف فيها مؤمن وتنهد وسكت. خرجت من الغرفة ديالو، سير للشركة الصباح وشوف خدمتك والوراق اللي واقف عليهم اللي خاصني نتسنى، ومن بعد سير جلس حداها في المستشفى حتى تقوم. ديك الساعة تولي لاباس عليها، وديك الساعة نفذ اللي اتفقنا عليه. يلا بغات تخرج حتى سمعت صوت من وراها. تيقيني هنا ماشي لخاطري، شي حد بغى ينتقم مني ودار ليا شي حاجة وأذى البنت هي في طريقها، ما عرفتش شكون. بقات كتشوف في العيون ديالها حزينة عامرة بالدموع، دموعو خرجات. بقى مؤمن الليل كله بغا يشد عينيه سارح، كيحس بلا العقل ديالو صافي غيتوقف على التفكير. كيسد عينيه بهكا كيعصرهم، كيحاول غير يتذكر شي حاجه اللي تفهمو شنو اللي وقع بالضبط، ولكن والو. كيتفكر واحد النظره من ديك البنت اللي خلاتو يحس بالخوف. بقات هي في المستشفى داك شهر كامل تقريبا، هي في المستشفى كل ما كتفيق كتعوت وكتضرب في راسها، وكتجيها واحد الحاله هيستيريه. كان مؤمن كيمشي كل نهار كيطلع عليها، كيحاول يدخل عندها الغرفة، ولكن غير كتشوفو كتسغوت حتى كيولي عاوتاني دق ليها هديك الإبرة المهدئة، وعاد كترجع كتنهس وكتسارح. فواحد النهار اللي كان مؤمن عند الطبيب في المكتب ديالو، خبرو بلا هاد البنت حاملة. كان مصدوم هاد الشي اللي كان خاصو، حاملة حاملة دابا عندها شهر. وش هي عرفات؟ للأسف عرفات هادي شي يومين، ومن ديك الساعه وهي منهاره حابسه الماكله وغير كتبكي، والحاله ديالها كتسؤل نهار نهار. اخبر مؤمن بلا عمر شي حد تسول عليها تقريبا هاد الشهر كامل، اولا عائلته ما عارفين عليها والو، اولا الله اعلم. وبلا اليوم غادي تخرج من المستشفى. مؤمن فين غادي تمشي لي؟ طبيب ما عرفتش، انت اللي خصك تنفذ الوعد ديالك، قلتي ما غاديش تخليها، دونك ما غاديش تخليها. راه نهار دخلات وانت كتجي كل نهار، كمل الخير ديالك حتى الاخر وصلح الجره. خرج مؤمن من المكتب ديال الطبيب، مشى عندها الغرفه، يلا بغى يدخل ويتراجع اللور، كيلقى الباب ديالها محلول. كانت واقفه حدا الممرضه كتلبس واحد العبايه كحله طويله، كتقاد في حجامه على راسها، وكتشوف الممرضه كتسمع الهضره ديالها، تسمع لها اراديا. الجمال ديالها رائع،
بالرغم داك التعب والحزن اللي باين على ملامحها، ولكن كتبان رقيقة وجذابة للغاية، وداك الجمال ديالها هادئ وبريء نوعا ما. فجأة كتب لي خارجة، غادة كتجري خارجة من الغرفة، خارجة من المستشفى كاملة، بدا كيسرع بخطواته وتابعها بلا ما تحس بيه. بقاها مقداش حتى تزيد واحد اللحظة، بحال جات الدوخة هكاك كانت غطيح، رجعت شدات في الحيط. غادة بشوية عليها توقفت واحد السيارة ديال الأجرة، طاكسي، سمدها هكا كيقرب، وسرع دخل لوطو ديالو وساق غادي يتابعها. مشات لواحد القصر، قصر من القصور الفخمة، وقفات قدامه شوية كتشوف فيه وكتنهد، هو مراقبها من بعيد. اكتشفها داخلة لداخل، دخلت لداخل القصر، استقبلتها واحد السيدة بوجه غاضب وعينيها كينطقو بالشر. اهلا وسهلا يا لالا، مالك شهر وانتي غايبة، عاد جيتي فين كنتي يا لالا؟ فين غبرتي وعاد جاية؟ مالك بصوت مليه التعب والألم وحتى البكا. كنت في المستشفى خالتي، تحد ما سول عليا ولا حتى حد فكر حتى يقلب عليا فيني ولا يشوفني شنو واقع ليا. صعد بسخرية وعاد نقلبوا عليك مازال، واش وحدة هربات وخلات الدار عمها؟ شنو بغيتي نديرو لك؟ شنو بغيتي نديرو لك من الفوق؟ بدات كتبكي. مالك؟ والله ما هربت، راه تعرضت لحادثة دمرت لي حياتي، مشيت للمستشفى وكنت في غيبوبة، بس سمعت فيها سعاد بديك الشمتة. حادثة؟ الحادثة اللي خلاتك تكوني حاملة مدام ملك. ملك كتشوف فيها بالصدمة، باش عرفت هاد الشي؟ من عرفتي هاد الشي؟ قبل ما تنطق سعاد شافت ملك الفوق، لقات بنت عمها واقفة كتشوف فيها، وعينيها فيهم ديك النظرة ديال الخوف. قولي ليهم اني فين، قولي ليهم انا مشيت لتما، انتي عارفة اللي وقع، عاودي ليهم شنو اللي وقع كامل. سعاد بصرامة، واش انتي باغا تدخلي بنت سيسايه في المواضيع ديالك ديال الزبل هادي؟ هادشي الباس ديالك، هادشي الرخيص، كيفاش كنتي عايشه على ضغط الدور ديال ديك المحترمه اللي محافظه على الشرف ديالها ومحافظه على نفسها، ونهار كامل تمشي تصلي وتقرا في القران وكل جمعيه خيريه الا وكتمشي لها؟ عاد الحجاب. ايوا لا، الحجاب وديري ما بغيتي، كان كل شيء كذوب منك. شوفي، مبقيتش باغا نشوف وجهك هنا تاني عندنا في الدار، واش باغا تفسدي لي الاخلاق ديال بنتي معاك؟ مالك بصدمه؟ كطرديني من داري؟ ساعات بسخريه. دارك دار كم مو دار، ياك سنيتي لعمك على التنازل على القصر وعلى الشركة ولا نسيتي؟ انا ما سنيت سوالو، انا سنيت له انه يباشر هو الخدمة في الشركة، وسنيت له على النيابة عليا، ماشي كيفاش هادشي؟ ما سنيتش له على التنازل. بدات كضحك سعاد باستهزاء. لا حبيبة، الورق اللي سنيتي عليهم بحسن نية كان ورق ديال التنازل على القصر والشركة، يعني انتي ما عندك حتى حاجة هنايا، يلا برا خرجي الله يعرضك السلامة. في نفس الوقت كان خرج العم ديالها من المكتب، تما صغدا مالك كتجري لعندو. عمي انا مظلومه، عمي والله والله ما درت شي حاجه، انا مظلومه عمي، انا هما اللي داروا لي. دا كيشوفها نظره قاسيه، كيسمع لها كتهضر، ديك النظره اللي ما تعودتش عليها منه. اما مؤمن فكان واقف على الباب كيسمع لهذا الحوار كامل، لان الباب كان بقى محلول. دخل هكا، انا ما غاديش نتخلى عليك. كل شيء نتابعه المصدر الصوت، لفتو لعندو ملاك، غير شافتو الله 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 ينتقم منك، دمرتيني ضيعتي مستقبلي، الله ينتقم منك. مشات كتجري ليه كضرب فيه بيديها بجوج، مؤمن كيحاول انه يهدنها، شد لها بيديها بجوج كيحاول غير انه هكا يحكمها باش متبقاش تضرب فيه. انا راه عيطت لعدول، ها هو جاي غادي نتزوج بيه حالا وقدامكم. سعاد محستش براسها، تنطقات يوم مزيان ملي جيتي لهنايا، ماشي هربتي وخليتيها. حاول رجعت تكلمات ام حسين، جات الخدامه لعندها بسرعه، طلعي لفوق البيت ديال انيسه، كنقصد مدام مالك، وجيبي كاع داكشي ديالها باش تديهم معاها ملي تكون غادا لدار راجلها، بغيتي حاجه من الحوايج تبقى هنا. شافت فيهم باستهزاء، يقدم معاك ولا غتخليها غير في شي اوتيل؟ بعدات مالك على مؤمن، بدات كتشوف فيها بألم وقهر، منطقات في الصحراء. كيفاش الناس اللي جبتيهم لدارك وثقتي فيهم وكانوا كيعاملوك احسن معامله هكا على قبل الغرض ديالهم، درفك هكا، رماوك، طعنوك في ظهرك، خداو لك كل ما كاتم لك على اساس انهم يسولوا على كل شيء والحق ديال الزنقه، جا فعلا العدول وتم عقد القران. ملك كتحس بالالم وكتبكي بلا دموع، دموع راه في القلب اشد وجع من الدموع ديال العين. اما مؤمن ما كانش عارف شنو اللي وصلوا لهادشي اللي هو فيه دابا، ولكن حاس بلي راه هادشي اللي دارو هو اللي كان خصو يدار، وما غاديش يتخلى عليها مهما كان. خرج مؤمن من القصر وهز الحقائب ديال الملك، وهي تابعها في صمت وخوف، كتجرف رجليها بحسرة
ما عارفاش شنو غيديروا معاها، ولا شنو اللي غيوقع لها مع هاد السمان الغدار اللي غدرها بعد ما باعوها عائلتها وخرجت مع اللي اداها اشد الاذى واللي دمر لها حياتها. كان مؤمن كيشوف فيها في صمت، ما كيعرف عليها والو، ما عارف عليها حتى حاجه ولا فين غادي يديها. كل ما عارفه ان الداخل ديالو واحد الشعور قوي ان هاد المخلوقه هادي ولات مسؤوله منه. فتح لها الباب ديال لوطو، دخلي اركبي. بقات بلاصة شحال كتشوف فيه، كتشوف في الأرض وكتفرك في يديها بتوتر بخوف. خدات القرار ديالها وحلات الباب لور وركبات بلا ما تعطيه أي أدنى اهتمام. شاف فيها على بدهش على ديك الفعلة ديالها، تنهد سد داك الباب الآخر ورجع دار وركب في اللوطو، وتم غادي كيقودها إلى حيث الحياة التي ستجمعه بملك. طول الطريق ما هزتش ملك عينها من الأرض، كتفرك يديها حتى يدي احمر ولاو كيضروها. كل ما سالت شي معاها كهربات لها من عينيها، كتمسحها بسرعه باش ما يشوفهاش مؤمن، غاتمشي يشوفها في ديك الحاله ولا في الضعف. وكان كل شي هذا هو مركز مع واحد التركيز اكثر من التركيز ديالو في السياقه. كان كيتسنى انها تهز عينها كيحاول يقرا شنو اللي كتخبيه داخل ديال عينها، ولكن ما هزلاتهمش نهائيا. فجاه وقف اللوطو في واحد البلاصه، نزل هز دوك الحقائب ديالها واتجه باش يحل الباب باش تخرج، ولكن بقى فتحاتو وخرجات بلا ما تشوف فيه ولا تعطي اي اهتمام. دخل المؤمن احدى العمارات الكبيره الراقيه والهادئه، طلع لوحده من الشقق ومازال هذوك الحقائب. كل هذا وهي سامعاه بلا ما تنطق ولو بحرف واحد ولا تقول شي كلمه نهائيا، غاده مورا بحله غاديين بها للمنفى ديالها. حل الباب ديال الشقه، حلها، دخل لداخل، اشار لها بيديه باش تدخل. دخلت لداخل سد الباب ديال الشقة، حسات بالرعب، تفكر حتى هادشي اللي وقع لها، ورجعت تما تراجع هكا الحيط كتحتمي بيه، كترتعجف كترتعجف وكتفرك يديها بقوة. كانت في حالة يورث لها. مؤمن تصدم من داك المنظر ديالها، حس ان قلبه كيتمزق الالم على هادشي اللي وقع لها. هو سبب في هذا الخوف، هو سبب في هادشي اللي كتحس بيه. ما كرهش ينتازع كاع هاد الاحاسيس الخيبه اللي سببهم بالداخل ديالها، ورجع لها ديك السكينه والطمانينه. كان ولكن ما عنده ما يدير، شنو غادي يدير؟ ما تخافيش انا مستحيل نأهديك، انت هنا راك في امان. والله انا ما عارفش كيفاش وقع اللي وقع ولا كيفاش، ولكن تصدقيني انا عمري ما سببت الاذى لشي واحد. كيف ما كان اللي وقع راه بزاز مني، ماشي بارادتي. هاد الشقه هادي ملكك، ديري فيها اللي بغيتي، بمعنى انا تزوجنا رسمي، يعني غادي نكون عايش معاك ولكن ما غاديش تحسي بيا. غنعيش معاك غير حيت ما ينفعش انك تكوني بوحدك. ويلا دابا غادي نمشي حيت عندي خدمه وغادي نخليك. كان كيهضر وهي كتسمع ليا بصمت مع دار هكا باش يخرج حتى تسمعها بلا ما تكون هكا فرحان. رجع دار عندها مره اخرى، تصدم بداك المنظر ديال عينيها اللي حمرين وداك الوجه ديالها الشاحب، بحال ماشي الداخل ديالها شي شخص اخر اللي كيهضر. عندك تكون هكا فرحان وتحس انك هكا صافي، خلصتي اللي عليك وصلحتي الغلط ديالك بهاد الزواج الرسمي زعما، وجبتيني للشقه باش نعيش فيها بعد ما عائلتي طردوني. كيحسب لك درتي خير كبير، شنو كتسنى مني نقول لك الله يكثر خيرك؟ انسى انسى لي، اما عمري ما غادي نسمح ليك. تراك حيوان، انت والو انت والو. واش كاين شي واحد يدير هكا بنت بزز منها والحجه ديالو انه ما كانش قاصد او انه ما كانش حاس؟ ما كانش. علاش كتكذب على نفسك؟ علاش كتبرر نفسك الحرام اللي ارتكبتي؟ انا عمري ما غنسمح ليك، وغادي ناخذ حقي منك في الدنيا وفي الاخره، والله غياخذوا منك مازال. وهاد ولدك ولا بنتك اللي في كرشي ما غاديش نقتلو باش نغضب الله مني، لا غادي نولد وغنجيبو للدنيا باش تبقى ديما عاقل على الفعل اللي درتي، وانك غضبتي الله منك وعصيتي، غادي النتيجه ديال العصيان ديالك ليه. هزات دوك الحقائب كان جار فيهم لانهم كانوا تقال بزاف عليها، غبرات من قدامه قبل ما يشوف دموعها اللي كانوا غادي يهبطوا على خدودها. كان مؤمن واقف كيسمع ليها بصدمة وذهول، ما لقات كلمة باش غادي يجاوبها باش يرد عليها. هي عارفة انه اغتصبها، انه اداها، انه دمر لها حياتها، مهما قال لها غاديش تصدقه. بقى هكاك بلاصتو شحال كيحاول يستوعب، بعد سحب نفسه بهدوء، خرج من الشقة وسد الباب وراه. دخلت ملك الوحدة من الغرف وسدات عليها من الداخل، بقات واقفة بلاصة تسمعت صوت الباب تسد، عاد مشات بكل القوة اللي كانت فيها كتحتمي بها، وبقات طاحت على الأرض كتبكي 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 وكتشهق على أعلى صوت. شهقتها كيتسمع منين؟ بقات شحال هديك الحالة
حتى عيات، خارت القوى ديالها ونحست بلاصة على الأرض بتاعها. أما في ذاك القصر اللي كان أصلا ديال ملاك، كانت نيفين بنت عم ملاك في غرفتها كاكا، مشات كتجري بقوة على واحد من الأجهزة الرياضية اللي كتستعملها فقط وقت اللي كتكون طالعة لها الدم وكاهية. الحزن الكبير اللي كان بالداخل ديالها عطا واحد القوة، حزن مكبوت اللي بغات تفجر في أي حاجة وإلا غادي تنفجر. دخلت عندها امها سعاد، واش ما كتسمعيش الخدامه من قبيله باغي تدقي لك مالك غايبه؟ كنت كتشوف فيها باحتقار. بعدين يا ماما هاد الساعه ما باغاش نشوفك، ما باغاش نسمع صوتك. ياك لا لا هادي هي التربيه، هادي هادي هي التربيه، التربيه ديالك انت هي ما كي كاعي عليها. شنو كاين؟ مش هذيك هي مالك اللي كنتي كتغيري منها؟ شفت فمها باحتقار، كان غير منها كان غير من الفلوس اللي كانوا عندها. صافي راكم خديتوهم منها، خديتو لها كل شيء، خديتو لها فلوس، خديتو لها حياتها. انت عمرك ما غتحسي بداكشي اللي حاسه بيه، صدقيني الفلوس راه كتعبي العين وحتى القلب. شفت فيها سعاد بغيض وغضب، قلعتها وخرجات بعد ما دخلت الباب بكل قوتها. تلحت نيفين على الفراش كتبكي كتبكي وكتتاسف على الحاله ديال الملك. اما مؤمن بعد ما خرج من الشقه بعد داكشي اللي سمع من ملك، ولا هكا غيساهي شارد كيسوق اللوطو ديالو باتجاه الشركة، وطول الطريق ما متابعش السواقة، فقط صورة ملك قدامه وهي كتهضر معاه بديك الطريقة. مبغاش تحيد ملامحها، عينيها، كل حاجة فيها كتبان له قدامه. كيتردد في عقلو كلامها اللي خلاه يحس ان داكشي اللي دارو بها راه كان شي حاجة خايبة بزاف، بحال شي وحش ليش دمر حياة انسانة بريئة، شخص مخيف اللي هو بنفسه ما كيعرفوش. حس بالله هذيك البنت عمرها ما كانت شي انسانه خايبه، ولا ميمكنش تكون انسانه خايبه، ولا رمات راسها في طريق شي شاب، ولكن شنو اللي وقع لها؟ شنو اللي خلاها تكون عرضه وفريسه ليه في ذاك النهار؟ احمد احد العاملين في شركه مؤمن، حتى هو صديق ديالها المقرب. فيك يا صاحبي اه، الدنيا كلها تقلبلات عليك وتايا جالس كترتاح مع راسك، ولا نسيتي الصفقات الجديده نسوك؟ مؤمن تنهد، انا جيت. مالك مؤمن؟ كتب لي ماشي وعدك. مؤمن بدون مقدمات تزوجت. تدهش احمد اه اوه كيفاش هادشي امتى وكيفاش وشكون؟ اه صافي عادي تزوجت اليوم بحال كيما الناس كيتزوجوا. اه صاحبي هكا فجأة بلا مقدمات بلا ما تقول لحتى واحد لا لا اكيد هاد الموضوع هذا فيه انا مؤمن، ما كاين لا انا ولا حتى هذا الموضوع هذا طويل، الشرح ديالو خصو ساعات وساعات وعد. مهم ترسح هذا، نحس براسي قد هضر وغادي نعاود لك كلشي. اعطيني دابا الملفات والخدمه اللي ما كملناهاش. بقى مؤمن نهار كامل هو مشغول بالخدمه اللي كانت كتسنى في الشركه، ومع ذلك عقلو بالو وتفكيره كله مع ملك. حيت مع سالا الخدمه ديالو بعد وقت طويل مشى مباشره باتجاه الفيلا. لقى هنا كانت جاري لعندو، اخيرا جيتي من الصباح وانا كنتسنى فيك، شنو درتي؟ جلست على واحد العريكه. هو كيحس بالتعب، زوجتها صافي وديتها الشقه اللي كنت شاريها وناوي نعيش فيها بوحدي. ايوا انا مبقيتش بوحدي دابا، انا عاد حسيت بالراحه الحمد لله. اذا ما دابا مزيان مؤمن استغرب، مالك علاش فرحانه هكا؟ والو حيت انا بنت وحاسه بها اكثر منك، هادشي اللي هي فيه راه صعيب، الله يكون في عوانه وصافي. هادشي راه ما يقدر يستحملو حتى واحد، ومزيان ان الله وقعها فيك انت بعدا كنتي راجل وتزوجتي بها. نهاد مؤمن وتذكر كلام مالك في صمت، وما رجعش عقب على هنا. يلا انت غتديني لعندها؟ مؤمن دا كيشوف فيها بدهشه، واش باغا تمشي عندها؟ اه ياك مرات خويا واختي نتعرف عليها ونتصاحب انا وياها. هنا راه بلا تصديه، راه ماشي وقت تخربيق هذا ديالك. واش انا في مصيبه وانت باغا تصاحبي معاها؟ كيفاش انا ما عرفتش كيفاش نهضر معاها ولا نتعامل معاها؟ عاد انت تمشي تصاحبي معاها؟ اوف انا ماشي حمقى مؤمن، انا كبيره وواعيه وعارفه كيفاش غادي ندير. غير خليني صافي، دابا تزوجتي وباينه هي النصيب ديالك، فغارضه بالقدر ديالك وقل الحمد لله وسكتنا وشوف حتى صافي. الا بغيتي تديني اليوم ديني عندها غدا، المهم غاتديني وصافي. يلا واخا لالا يلا شنو رايك نمشيو نباتو مع تما؟ واش نتي واش انا كنفكر في حاجه وانتي كتفكري في حاجه؟ صافي هنا الله يعطيك السر. هو اصلا كان ناوي يخليها لا خضره ويبات في الفيلا باش مي برصتهاش، ولكن هنا ما خلاتوش. قالت ليه كيفاش تخليها تبات بوحدها وانت جيت تبات هنايا؟ حشوم عليك، وعاد هي راه معاها الدادا انعام اللي كتبات معاها كل ليله، يعني ما كاين لا شي يبقى معاها في الدار. سير سير خلاص سير، واي حاجه وقعت قولها ليا في التليفون صافي.
يلا سير يلا، بغى يخرج من الفيلا حتى سمع صوت اختو تاني. مؤمن، ماما غترجع في الاول ديال الشهر. نهاد مؤمن الله يحفظه. صافي يلا بسلامة. خرج من المؤمن من الفيلا اللي كيعيش فيها مع عائلته، مشى مباشرة غادي الشقة اللي خلى فيها مالك. في الطريق ديالو وصل دخل لواحد المطعم، خدا منه أكل كتير هكا ليه وليها. وصل الشقة كيحس غير بالهدوء، الظلام. دخل كيلقى واحدة من البيوزة مصدودين، عارف أن هذيك الغرفة اللي فيها مالك. دخل الحقيبة ديالو الغرفة اللي كاينة حداها، خدا دوك الأكياس اللي فيهم الماكلة وبدا كيتقالها في الباب. كانت مازال لاحسة على الأرض ملي خرج مؤمن ويا هكاك، سمعت صوت الباب. ما تقفزات من بلاصتها مفزوعة. أنا جبت لك الماكلة، أنا نخلي لك على الباب، يلا بصحتك. سمعت صوته خلاته تدخل الغرفة ديالو، ما عطاتوش أي اهتمام، ما فتحتش الباب، ما خدتش هذيك الماكلة. بدلات حوايجها ودخلت الحمام اللي كاين في الغرفة ديالها، توضات وخرجت لبسات الإسدال ديال الصلاة وبدات كتصلي. ما انسجدات حتى خارت القوة ديالها وبدات كتبكي وكتدعي وكتشكي على الله. عينها شلال ديال الدموع والجسد ديالها كينصافط كينصافط. بقات على داك الحال كتبكي وكتشكي على اللي خلقها من هادشي اللي وقع ليها، حتى عيات بزاف ديال الوقت فيها هكداك. عاد نات من بلاصتها وجلست على الفراش كتمسح دموعها، كتحس بالجوع ولكن ما بغاش تكون هكا من الاولى، اللي حسن ديك الماكله ديالو ما بغاتهاش منه. بقات كتقاوم بزاف ولكن حتى داكشي اللي في كرشها جه الجوع. كرشها كتغرغر في الاخر، استسلمات وحلت الباب وخدات ديك الماكله اللي كانت محطوطه وسدات الباب عاود. كان مؤمن جالس في الغرفه ديالو كياكل كيتفكر كلامها، والدموع والخوف في عينيه في عينيها، وديك الرجفه اللي كانت في الجسد ديالها. قال هاد الحال شحال ديال الوقت ما كاينش في التفكير ديالو من غير مالك، حتى عيا واستسلم للنوم. على نهار جديد في الصباح كانت نيفين بنت عم مالك كتجري في واحد النادي رياضي، حتى تبع واحد الشخص كتحاول انها تفك منه. كان انور حتى شدها من دراعها كدور عنده. اش ما غاش تسمعيني واش ما عرفاش بلي كنبغيك؟ بعد مني شي انت تحديتي الحدود ديالك. انور بعد من طريقي والا غادي ندخل بابا في الامر. علاش ما غاش تبغيني؟ علاش؟ والله حتى كنبغيك، عمري ما غنبغي شي حد بحالك. شي نتايا انت ماشي انسان، انت انسان ما عندوش الضمير ما عندوش الاخلاق. مستحيل نفكر اني نبغي واحد بحالك، هادشي راه ولا في الخيال. سير مع راسك بعد مني. انور بغضب، كنبغي كان نيفين وغنتزوج بك وبزز منك وغتكوني ديالي وملكي وانا وبوحدي. نيفين بصحتي حلم حلم سي انور غير حلم. جرات يدها منه بكل قوه ورجعت كتجري مره اخرى. كيشوف فيها حتى بعدات نظره مطوله وقال مع نفسه، لا نيفين انا ما كنحلمش، يعني كنبغيك اكثر من اي حاجه في هذا الكون هذا، وغادي نزوجك بزز منك اولا بالرضا ديالك. وتنهد ومشى بحالاته. وفي جهه اخرى في القصر كانت سعاد نازله من الدروج، شاده في راسها اللي كتحس بالالم كيعصر من الداخل. بدات كتعوت على الخادمه اللي جات عندها بسرعه. نعم ديري لي قهوه بلا سكر. واخا ولكن راك ما كليتي والو، غتشربي القهوه على الريق؟ وانتي مالك؟ نشرب ما نشرب سوقك، انتي سرج بليا شنو سيري لخدمتك بركه مبسالات. مشات مباشره للمكتب عند راجلها عم مالك. دخلت كتلقاه سارح شاد محش بالوجود ديالها، فهمات فاش كيفكر. وحده اكيد كيفكر في مالك، حسات بالغضب ولكن بغاش تبين ليه. دارت ديك الابتسامه المزيفه على وجهها. صباح الخير فريد. ما سمعت منه ترد. صباح الخير فريد. عاد تبنا. نعم ما كتقوليش حاجه سعاد؟ صباح الخير، مالك هكا سارح؟ نهد نهيدة كبيرة. خايف على مالك؟ خايف على مالك بعد هادشي كامل اللي دارته؟ هاديك راه قليلة الترابي، ما ربياش وما كتحترمش وجودك في حياتها. داكشي اللي دارته راه ما كديروش بنت العائلة، راه حطت راسنا في الطين. ما تسالش انك تفكر فيها اصلا، كانت عايشة دور البريئة المحترمة كتمثل علينا. فريد باستسلام لكلام مراته. هادشي اللي بالك انتي؟ يعني هاك حنا مظلمناهاش؟ لا اكيد ما ظلمناهاش، راه هي اللي ظلماتنا، ما احترمات وجودنا في حياتها وخانت ثقتنا فيها. وظل هذا الشيء هذا الحال هذا تقريبا مده شهر. ملك في غرفته من الليل والنهار ما كتشوفوش نهائيا. كل ما حاولت انها نعس كتذكر داك اليوم الاليم، وكتنهض من فراشها كتوضى كتصلي وكتبكي بكاء مرير، وكتسجد في الصلاه وكتدعو الله من القلب انه ينجيها من هذا الشيء اللي هي فيه ويفكها من هذه المحنه اللي كدوز عليها. اما مؤمن طول اليوم في الشركه مباشره للفيلا اللي فيها العائله ديالو كيطمن على اختو، ورجع للشقه اللي ولا كيسكنها مع ملك. كل ما حاول يطمن عليها ولا يهضر معها
ما كيلقى منها حتى إجابة، حيت ما كيشوفهاش نهائيا. ملي كتعرف الوقت ديالو قرب كتدخل وكتسد عليها. فواحد النهار ملي كان مؤمن في الفيلا حتى تكلمات مع هنا، بس مراتك مؤمن ابتسامة مالك ليه ما بغيت نمشي معاك نشوفها؟ فين غتمشي معايا؟ لابارتمون ديالك عافاك خليني نمشي معاك. شوف انا مبقيت صغيره، راك عارفني انايا، راه تخرجت العام وبتقدير عالي، راه كبرت، راه كملت لافاك ديالي، المفروض خصني نكون خدامه ومعتمده على نفسي. وعاد صافي بركه، تقدر تكون هي من السن ديالي وممكن نكون صحابات. بقى كيشوفها وكيضحك على كلامها وعلى براءتها. واخا ملي كتهضري هكا كتباني بحال راك بعقلك نيت. مع وصلو للشقة كان داك الهدوء القاتل كيف ديما. هنا بدات كتشوف فيه، يعني حتى فين هي البنت شدتني ساخله داك الصوت قتلتي وغتلصق فيا انا. بدا كيشوف فيها وبدا كيضحك على كلامها حتى دمع عيني. واش انتي ما غاديش دير، غادي تدير عقلك؟ راه في بيتها، غتكون في بيتها سد عليها، كتخرج منها نهائيا. وعاد الى كنت انا هنا راه صافي ما كتسمعيش، حاسه بحال ما كايناش. عارفه الوقت اللي كنجي فيه كتفضل انها تبقى حابسه راسها على انها تشوفني. ونهار جينا وحنا هكا بدات كتفكر انا واخا يلا وريني في انابيس كاينه بالضبط. مشات باتجاه غرفه مالك بدات كدق في باب الغرفه ديالها ولكن ما من مجيب. بدات كتقرب من الباب اكثر وكتدق. شوفي مالك، انا هنايا، انا راه ماشي خصم مؤمن وما كان جه والو عافاك. حلي بغا نهضر معاك، راه جاي زعما بغا نبات معاك عافاك، ممكن تحلي لي؟ انا كنتسنى حدا الباب، ما تخلينيش واقفه. مؤمن كيشوف فيها دغيا نكرتيني. كانت مالك جالسة على فراشة شادة المصحف كتقرا فيه وكتبكي، عين عامري من الدموع من كثرة البكا والأهل بعيني حمرين. فاش أسمعت داك الصوت مورا الباب قربت كتسمع شنو كتقول، تصمكات بلاصة ملي حسيت أنها بحال كتعرف هاد الصوت هذا. فاش أفتحت الباب مالك هنا كانت هنا كتشوف فيها مصدومة أكثر منها تغوتات. مالك بلوش بيهم مصدومين لحظات من الصمت. بعد كل وحدة تلحس على الأخرى عن مقياسة ومعناها كتبكي كتبكي، وهنا كتحاول تخبي وجهها تا هي بكات معاها. بقى مؤمن واقف بلاصتو كيشوف فيهم ومصدقش أنهم كيعرفوا بعضهم. منين كتعرفوا بعضياتكم؟ تبهات مالك الوجود ديالو، شافت فيه بشمئزاز وألم وتحركات داخل الغرفة ديالها. المؤمن حس بالحزن اللي كيشوف ديك النظرات ديالها ليه، بقى ساكت ما رجعش عاود هدر. انا كتمسح في دموعها. صافي يا مؤمن، صافي سير دخل البيت ديالك، صافي انا غنبات مع ملك في البيت ديالها. مؤمن جرب من دراعها، واش كتعرفيها؟ منين كتعرفيها؟ بعدا الدراع منه. صافي يا مؤمن سير، بعدا غنقول لك اشنو كاين، غير سير دابا ماشي وقت هاد الهضره. يلا سير وبلاش من هاد العصبيه اللي انت فيها بركه، سير تنعس. يلا سير حيت غدا من الصباح. خلاته ودخلت لغرفه ملك. مؤمن هو كيشوف فيها، اوف شنو هادشي، مزال غتسالي هاد المسرحيه هادي. هادو مشى للفراش ديالو كيحاول ينعس، ولكن كيفاش غادي ينعس بعد هاد الحريره هادي اللي ولات قدامه. دخلات مالك هنا للغرفه كتلقى مالك هكا مسكيه وكتبكي كتبكي، جات كتحاول تهدنها. صافي مالك بركه، راه غادي تزيد تعيي راسك هكا، يا راه غير غتمرضي راسك. والله خويا ماشي هكاك، يعني هذاك الحيوان خوك. يلا بغات تنطق هنا تبدا كتغوت، حيوان حيوان ما تدافعيش عليه بلا ما تبرري داكشي اللي دارو. عمري ما غادي نسمح ليه، عمري ما غادي نخلي حقي، غادي ننتقم منه. هنا كتشوف فيها بصدمه من المنظر ديالها. صافي مالك بركه بركه، واش ماشي فاش راسك دايره؟ شوفي وجهك كيصفر وفمك البيض، غير بشويه غير بشويه عليك، غير بشويه عليك عافاك، تهدني تهدني عافاك. شوفي كي دابله وضعفتي بزاف، ما تنسيش انك حامله، ما تقتلي راسك هكا، رحمي نفسك. ملك كتبكي داك البكاء المرير، واش ما حساش بيا كيفاش داك الوجع اللي فيا؟ اخوك دمرني قتلني قتلني وانا بالحياه، عائلتي سرقوا ليا فلوسي وطردوني من داري وانا حامله وما عارفاش شنو غادي ندير ولا شنو غادي فاش غادي نخدم ولا كيفاش غندير في مستقبلي. كل شيء ضاع، حياتي شرفي كل شيء ضاع مني، دليت انا دليت. انا كانت كتحس بالحزن والالم على حالها، حنات من جديد طماتها وهي كتطبطب على شعرها برفق. ملك حاضنها ومنهارة ملكة. طلع صباح جديد مع فاق مؤمن، كان جاه اتصال من صاحبو صديق ديالو مقرب اللي غادي يوصل المطار وبغى يمشي يتلقى ليه. وفعلا داكشي اللي كان باغي يدير، ناض هاكا من الغرفة ديالو مشى قرب الغرفة ديالك. كيبان ليه الباب ديالها محلول شوية، قرب كتبان ليه ناسا بحال وليدات صغار، داك الشعر الطويل ديالها مغطي على وجهها. قربات ليه هنا، زوينة مالك ياك؟ عاد انتبه ليها،
شتي منين كتخرجي ليا؟ يلا وجدي راسك وجدي باش غادي نخرجوا، فين غادي نمشيو؟ واخا يلا انا راكت كنقاد الفطور باش نفطروا. المؤمن ماشي مشكل، قدي انت الفطور خليه لمالك وغنخرجوا حنايا حيت باغيك. قادتها على الفطور خلات قريب من المهلك، بغاش فيق لان انا عس مع الله، وعاد داك التعب اللي تعبات وداك البكا اللي بكات، لبسات حوايجها بهدوء وخرجت مع مؤمن. مؤمن كان باغي يعرف منها كيفاش كتعرف مهلك، شنو علاقتها بها وشنو كتعرف عليها. جلسوا فواحد الكافي كيفطروا، اول سؤال سولها منين كتعرفيها؟ باش كتشوف فيها انا بلاتي نفطر، عارفني ملي كيكون فيا الجوع، وديك الساعه نعاود لك كل شيء لها بالتفصيل. ربع يديه وبقى كيتسنى فحتى كملات ماكل على خاطر خطره، عاد نهدات قالت لي هانت سيدي انا نعاود لك كل شيء من الاول. ملك هي بنت وحيده ما عندهاش خوتها، كانت عايشه مع باباها وماماها، كانوا مسافرين للحجم اللي كانت كتقرا في الليسي، خلوها بوحدها مع السيده اللي كانت مقابله الدادة ديالها في القصر ديالهم. وملي كانوا جايين راجعين نزلوا الطيارة عاديين، ولكن للاسف باباها كان سايق اللطب بسرعه كبيره، وكان الليل وكانت الطريق خايبه ما كانش الشط، وتقلبات فيهم اللطو ديالهم وخسراتهم الابد توفاو. وبعد ديك الساعات جا عمها ومراته وبنتو عاشوا معاهم في نفس القصر، لانها كانت باقا صغيره. مرات عمها من داك النهار هي كترسم لها حياتها بالالوان اللي بغات هي، حتى مالك تاقت فيهم سلماتهم عقلها وقلبها، من ديك الساعه متحكمين في كل حاجه. ولكن عاد الفلوس اللي ورثاتهم بالك من باباها كانوا كثار، داكشي علاش خلاهم يطمعوا فيها في داك الفلوس. ولكن بدات كتحس ان مرات عمها بدات كتعاملها بطريقه خايبه، كتحاول ديما توقعها في المشاكل وكتحفر ليها الحفر هكا اللي تطيح فيها، وتبينها بشكل خايب قدام عمها بلا بغات تسرق فلوسها. كل واحد كيعرفها الا وكيقول لها ترضيهم اجري عليهم قبل ما ياديك، اجري عليهم راه الطمع طاعون راه يقدروا يديروا لك شي حاجه اللي هي خايبه. ولكن كانت كتخاف انها غادي تخرجهم ما قدراتش، وعاد كيفاش غتعيش هي بوحدها وهي مازال بنت بوحدها؟ الحنين الرحيم. عاد هذاك راه عمها يعني بلا صباها ما قدرش انها تخرجهم او لا تقول لهم شي كلمه اللي هي خايبه. مؤمن كان كيسمع ليها وكيتاثر على الحاله ديالها، يعني عائلته متوفيين، با وما متوفيين. كملي. مالك راه صاحبتي من الجامعه، تعرفت عليها من اول يوم دخلنا السنه الاولى، كانت عجبتني بهراتني بديك الشخصيه ديالها المتواضعه الخجوله بالرغم الثراء ديالها، وعاد اخلاقها الادب وثقتها بنفسها والتزامها. من اول نهار شفتها فيه بالحجاب كانت كتبان زوينه بسيطه، كانت كتحاول تلبس حوايج بساط اللي شافها ما يقولش راه هي لاباس على ولا ثريه بداك الشكل، وفي نفس الوقت ملابسها قدمه هما بساط، قدمه هما زوينين وانيقه، ماشي هذاك الحجاب اللي كيلبسوه. يعني راك عارف البنات دابا الحجاب ديالهم كي داير، الحجاب من الفوق ومن تحت المزير والمعري. كانت محافظه على نفسها، اه مؤمن كانت محافظه على نفسها بزاف، عمرها صاحبت ولا دارت شي علاقه ولا تكلمات مع شي واحد في شي اثر ماشي هو هذيك. عاد ديما كانت كتقول لي انا محافظه على نفسي، الانسان اللي غيكون حلالي، الانسان اللي غيكون راضي، وغنبقى ديك الساعه نبغي براحتي وفي الحلال، وغادي نخرج معاه ونتكلم معاه هو، وداكشي اللي غادي نديرو في الحرام نديرو مع راجلي في الحلال. كان ديما كتشجعني اني ما نديرش حاجه غلط، ديما كتنصحني، ديما كتقول لي ما تنجرفيش ورا شي حوايج اللي ممكن انك تخسري بهم قلبك. والله عارفه انه بالنسبه ليا كانت قدوه بالنسبه ليا بزاف، وكنت كنسمع ليها بزاف وكانت عزيزه عليا. تخيل يا مؤمن اللي كنا كنقراو في الجامعه، الا جا شي واحد هكا من الشباب دوا معاها كتنزل راسها للارض، راه عينيها ما كتهزمش فيه، ديما هذيك الخجوله فيها داك الخجل داك الحياء اللي كيكون طبيعيين، وكتلقى بالك هكا عينيها مدمعين الا دوا معها شي حد بشي طريقه اللي ماشي هي هذيك، ماشي ما فيهاش ديك قصحيط الراس ديال البنات ديال هذا الجيل، ما فيهاش داك القفز ديال اللي فيهم. انسانه بسيطه بزاف، عمرها ما قالت ليا خصك تلبسي الحجاب، كتحاول تحببني فيه ولكن ما كانش كتفرضو عليا، كتحاول هكا تكون محببة للناس وقريبة من القلب. كان مؤمن كيسمع لها وهي كتعاود ليه التفاصيل ديال التفاصيل. عرفتي يا مؤمن اللي شفتها البارح؟ راه هي البنت اللي تزوجتي بها. فرحت والله تفرحت، حيت كنت كنتمنى انك ترتبط وحدة بحالها. طول عمري كنتمنى، هي بنت زوينة محتارمة تدينة وطيبة وغتبغيك فعلا، خصك تقربنا لان قلبها ما كيحقدش. ان شاء الله هاد الشيء اللي وقع يكون غير ابتلاء ويدوز، وتكونوا انتم بزوج بكم، ربي يختبركم، يختبر الصبر ديالكم ويتقدوا الامور بيناتكم.
قربنا مؤمن، قرب عليها، تعرف عليها، وصلح داك الشيء اللي درتيه معاها مهما كان الثمن. ما تضيعش مالك من بين يديك، والله عمرك غتلقى بحالها، حتى هي راه عمرها ما تلقى بحالك. انا راه اختك وصاحبتها في نفس الوقت، وعارفه كل واحد فيكم كي داير، وعارفه انكم تستاهلوا بعضكم، واكيد هادشي اللي وقع تخطط ليه، لانه ما يمكنش انك ديرو، حتى هي ما يمكنش انها تكون في ديك البلاصه. نهاد مؤمن هو كيسمع لها، راه ما عطينيش فرصه اني نهضر معاها، كيفاش غتسمع ليا؟ عطينيش حتى فرصة أني نشوفها، راه ديما حابسة راسها في الغرفة، راك شتي البارح مقدرش حتى نسمع صوتها، إلا صادفتها غير البارح هكا وشفتها كتهرب، ديك النظرات ديالها كتقتلني، داك الهروب ديالها راه كيزيد يقتلني، كيحسسني بلا وحش. وعاد اللي غيسطيني كتر، كيفاش وحدة بحالها بهاد الأخلاق ديال اللي كتقول عليها، أشنو اللي داها تما للشقة ديال واحد غريب عليها؟ كيفاش كانت تما؟ شنو اللي خلاها تمشي لتماك؟ هلا بدات كتحاول تفهم، ما عرفتش انا مؤمن والله، ولكن واثقه ان مالك ما يمكنش تكون غادا تما كاينه، يعني على اساس انها دير شي حاجه خايبه، ما يمكنش، اكيد كاين شي سر ورا هذا الشيء. ابتسم مؤمن الابتسامه ديالو الجذابه، فعلا عندك الحق، كنظن بالله الله جمع بيني وبينها، لان هي القدر ديالي، نحاول اني نبغيها، لان بهاد الصفات اللي كتعاودي ليها لها اكيد انسانه تستاهل اني نبغيها. وعاد هي دابا حامله، يعني كاين واحد الرباط بيناتنا، كنتمنى غير هي تعطيني فرصه، وديك الساعات ندير اللي بغاتها، اللي طلبتها مني انا مستعد اني نديرها لها. لا مؤمن لا، ما تسرعش، انا قلت لك هاد الهضره ولكن ماشي تسرع، غير بشويه، غير بالمهل يسكلبو تنشال. ما تنساش بلا داكشي اللي دار بالنسبه لها هي الدلات، راه كتقول لك انها حساس بالذل، بالحقره، بالمهانه، وعاد راه حياتها خسراتها، واخا خسرتي لها حياتها عن غير قصد، ولكن هي راه ما غاديش تفهم هادشي بسهوله. وعاد عمها ومراته سرقوا لها فلوسها كاملين، وطردوها من دارها، وباها وامها ماتوا، وخلاوها بين الحياه اللي دورات لها وجهها عاطيه من الدار. اي واحد كتبغي الا كيموت وكيخليها. تعرف ما شتيهاش كيفاش كانت كتبكي، كيفاش كانت كترعد هاد البارح، بحال جاتها هي السيريه ديال البكا. صراحه الله يكون في العوان ديالها، ليل كامل وهي كتنخسس وكتهز، خدها النعاس بقات هكا كتشهق. بقاو كيهضروا بزاف في هذا الموضوع هذا، ومن بعد جا الوقت باش يمشي يوصلها هي ويمشي للمطار. ما بغى يوصل للفيلا رفضات، قالت ليه لا رجعني لابارتمون عند مالك من الاحسن. وفي الشركه ديال الملك اللي في الاصل في الملك ديالها، كان انور جالس على الكرسي ديال رئيس مجلس الاداره، كيهضر في التليفون مع واحد من العملاء. دخلت سعاد بلا ما تدقي، شافو ويقفز واقف. اهلا اهلا لاله سعاد، الشركه نورات. سعاد بغروب هي كتجلس على الكرسي اللي مقابل معاه. شو الاخبار الشركه انور؟ ما بغيتش اي استهتار، انا عطيتك انت الخدمه هنايا حيت واثقه فيك. تسمى لها انور ابتسامه ذات معنى، وانا ان شاء الله غنكون عند الحسن ديال الظن ديالك بلا ما تبرستي راسك. بغيت كل الملفات والاوراق الحسابات والصفقات وكل حاجه درتيها في هذه الفتره هذه تكون واجده. استغرب انور، يكفي كتجي وعارفه الطبيعه ديال الخدمه وكل الصفقات اللي قمنا بها، علاش هادشي دابا؟ تسمت ابتسامة خبيثة، حيت صافي أنا اللي غنكون مسؤولة على الشركة والخدمة، كل شي غيمشي باسم فريد ماشي صفوت. كملات بسخرية، الله يرحمه ويحسن ليه. أنور واش قلتي هادشي الملك؟ تسمت بسخرية، اه. من نهار جات للدار بعد ما خرجت المستشفى قلتها لها على الوراق اللي مضاتهم ديال القصر والشركة، أخيرا تفكيت منها. كملات بغاية ذكر، مكنتش كنتوقع ان سي مؤمن عزام هي اللي يصدق راجل هكذايا، يصدق يديها معاه ويديها المستشفى، بقى حداها حتى تخرج في نفس اليوم اللي تخرج فيه، يجي يطلبها من عمها وعاد من الفوق جاي معاها العدول وتزوجها ويجيب لها دار وتعيش فيها. يعني غلط معاها واعترف بالغلط ديالو وتزوجها. يا ريت كساسي وحدها واحد اخر، ماشي انور، ماشي هو انور، خصك تختار واحد اللي ما يعقلش عليها. ولكن تيقني حتى لدابا ما عرفتش علاش بالضبط مؤمن عزام اللي خسرتي. انوار وداك الغضب والحقد كيخرج من عيني، عندي معاه حساب قديم كنت كنحاول نخلصه منه، ولكن بين انه باقي ما خلصش. سكتات سعاد، ما كانش كيهم ان تعرف شنو هادشي اللي بيناتهم، قد ما كيهم فرحتها انها تفكات من مالك. الخوف كله من بنتي انوار، حاسه انها ما غاديش تسكت ولا غادي تقول شي حاجه، ما مطمناش لها نهائيا. انوار وعيني كيلمعوا، راه قلت لك انا باغي نتزوج بها، وديك الساعه حتى حد ما غادي يقدر يعرف داكشي اللي دارت، وافق على الزواج ديالها وخليني نتزوجها. وهي ما باغاش، ما عرفتش كي غادي ندير حتى نقنها، وديك الساعه غادي نتزوجها لك، خصني نسكتها باي طريقه. وصلت هنا للشقه اللي فيها مالك، دخلت لداخل لقات غرفه ديال مالك مسدوده من الداخل. ابتسمت بحزن على حالتها،
داك الخوف ديالها من خوها. بس كنطق الباب، مالك حلي حلي راه مؤمن ما كاينش، راه غير انا هادي. حلات مالك الغرفه، فين كنتي مشيتي وخليتيني بوحدي هنا؟ هاي خاك خارجة وانا جيت مالكي؟ يلا بغات تكمل كلامها حتى قطعت مالك. عافاك بقيت جيبي سيرتو على فمك. عافاك هذاك راه ماشي انت، راه حيوان، مبغيتش نسمع سيرتو، مبغيتش نعرف لا سميتو لا اي حاجه عليه. انا بحزن والله مالك، حتى مؤمن مظلوم والله. غير سمعي وشوفي شنو السبب اللي خلاه يدير هادشي. تي عمرك ما كنتي قاصحه هكايا، راك ما كتحقديش، انت كتغوت مالك. كيفاش مظلوم؟ كيفاش قاصحه؟ واش كيفاش واش ما كتحسيش؟ كنقول لك خوك قتلني، قتلني بالحياه، خسرني حياتي، خسرني شرفي، راه كنموت في كل دقيقه، كل دقيقه كنتفكر انه تعدى عليا وما عرفاش ناخذ حقي منه. حسب يا صاحبتي، راه موجوع من الداخل ديالي وهز هز ولدي ولا بنتي في كرشي منه هو. انا عارفه الطريقه اللي جاه بها هاد الولاد. عمرك ما تحسي بيا، عمرك دود معنازني. عافي سمحي لي يا صاحبتي، عافاك، حاسه بك والله حاسه بك، وقلبي كيضرني عليك، تيقين ما غاديش نخليك مهما وقع اللي وقع. حاولت هالات تخرج صاحبتها من داك الاحساس اللي هي فيه. فين كنتي؟ ما كي لابسه الاسدال، شنو كنتي كديري؟ والو، كنت كنصلي وكندعي وكنطلب الله يخرجني من هاد الابتلاء اللي انا فيه على خير. انا بطريقه طفوليه ما قلتيش ليا ما كليتيش داكشي اللي وجدت لك فطور ديال الملوك، او دارلك عصير ديال الفخيز وعاد هادشي كامل، هادشي كامل قدرتي تقاومي؟ يلا نوضي اجي نعاود نفطر انا وياك. واخا فطرت مالك ابتسامه حزينه ديما غتبقاي بنوته صغيره عزيزه لك الضحك. يلا نوضي معايا، نلقاها هكا بدرعها وسم الله يديم جوج بهم باش تعاونها هكا، غير تساندها وتشجعها على انها تاكل شي حاجه. فطراتو بزاز بالسيف باش قنعتها مالا هنا باش تمشي وياها للدكتور، على اساس ان هذا راه صافي اللي وقع وقع، انها مزوجة على سنة الله ورسوله وحامل من الفوق وضروري خصها تكشف على البيبي وتطمن عليه وحتى على الحالة ديالها، لانها كانت الجسم ديالها مرهق وناقصة بزاف ديال الوزن ويمكن لا قدر الله توقع له شي حاجة. مالك؟ قالت ليها يا ربي غيموت هو ويموت انا وياه ونتهنى. انا ها الله يحفظك، علاش كتقولي هكا مالك؟ كاين شي ناس كيتمنوا هاد النعمة هادي ديال الولاد ما عطاش ليهم، ممكن يديروا المستحيل باش يشوفوهم قدامهم. بقات هكاك شحال كتحاول تقنع فيها بزز باش في الاخير استسلمت لكلامها ومشاو لعند الطبيبه. كانت مالك جالسه في العياده النسائيه وحدها هنا شاده لها في يديها بحال كتحاول تخبى في الداخل ديالها، كتحس ان هاد البلاصه ماشي بلاصه، بحال جات لشي بلاصه بالخطا، ان كاع الناس اللي حداها راه كيشوفوا فيها لانهم عارفين داكشي اللي وقع ليها. بلا ما تحس بدات كدير يديها الكرش ديالها كبريقه بحال كتحاول تطمن على داك النص الصغير. رغم كل شيء حسات بواحد الحنين ديك النطفه الصغيره اللي كاينه في البطن ديالها. وهنا كل شويه كتشد على يديها وكتشوف فيها كتحاول تطمنها. ودخلوا كان طبيبه باقي صغيره زوينه جميله رشيقه، الملامح ديالها جذابه كتريح داك الشوفه. هنا ابتسامه، لاباس نوره، انا جيت عندك وجبت لك العيانه. بقات كتهضر هكا وكتضحك معاها شويه، تقول لها الدكتوره نوره ما تعرفينيش على هاد الغزاله اللي معاك؟ هادي لالا مالك مرات خويا، وهادي لالا الدكتوره نوره اللي ساجره ديالنا ساكنه في الفيلا اللي حدانا وديما مصدعاني هي والكلب ديالها. نوره بدهشه، واش كتهضري بصح؟ مؤمن عزام مزوج؟ ما يمكنش. انا بدات كتضحك، والله تتزوج وهي هي حامله دابا، جايبها لك باش تكشفي عليها. اهلا مالك، تشرفت بك، صافا مزيانه لاباس؟ كانت مالك كتشوف فيها بواحد النظره ديال الخوف والالم، ما هضراتش. حسيت نوره بداك التخوف ديالها. شوفي كوني هكا مبرده ريلاكس، راه اول حماله كيكون فيها شويه ديال الخوف هكذا، ولكن بعد غادي تطمني ان شاء الله. كبقات كتحاول تهدنها هي وهنا، ومن بعد دخلت الغرفه ديال الفحص. بقات هنا كتسنى وحسب حصاتها وخرجات الدكتوره نوره. شوفي راه البيبي الحمد لله الصحه ديالو مزيانه، ولكن انتي اللي صحتك كتبان ليا ماشي هذيك، الجسم ديالك ضعيف بزاف، خصك تهتمي شويه بالاكل. عند دابا راكم نتوما زوج، خصك تاكلي مزيان. وعاد حاجه اخرى، حاولي الا كانت شي حاجه هكا مبرصطاك بطر عليك حاولي تحيديها لانها كتاثر على البيبي، وغنكتب لك على ادويه ومكملات غذائيه باش خصك تهتمي بصحتك اكثر من هكذا. ما هضراتش من مالك نهائيا، ملي دخلات كتشوف فيها كتضحكي وياها، غير كتهز لها راسها بالايجاب ولا بالنفي، وفي مره كدير يديها كتحسس البطن ديالها بواحد الرقه بالغه، كتحسس داك المكان بسعاده اللي ما عرفاش السبب ديالها، وكرهات هاد المشاهير الجديده الوليده اللي ما انتبهاتش حسن الهضره اللي كانوا كيقولوا في ديك اللحظه ما بين الطبيبه ما بين هنا. حتى خرجت هي وياها، اصرت هنا على انها تدي مالك هكا حدا البحر
ايه شوفوا هو جلسوا تما كاينه يحاولوا يبدلوا الجو، ولو ان رفضت، ولكن هنا عندها طريق خاصه باش كتقنعها. فوق قدامه كيشوفوا فيه، كانت ملك سارحه في ذاك البحر الكبير هادي. هنا هاد البحر هذا داير بحال كمالك، كيفاش بحالي؟ كبير بزاف كيف قلبك، وهادي بزاف بحال طبعك، واللي حداه كيقدروش يعيشوا بلا بيه، رغم ان كاين بزاف ديال الناس كيرموا فيه شي حوايج خايبين باغين يعكروه، ولكن برغم من كل شيء غيبقى صافي وغينفع الناس اللي معاه، وغيكون سبب في انهم عايشين سعاده. وبزاف ديال الناس اللي كيحسدون عليه. مالك وعيني يا دامين اقرا هنا ملي اخر يوم في الدراسه فاش قلت لي اننا غنرجعوا نتلاقاو وغنتلاقاو بزاف، بدات كضحك هنا. ايوا احنا غادي نبقاو عايشين مع بعضياتنا طول العمر. مالك هي كتبعد عينيها عليها، انتي غتبقاي صاحبتي ديما واقرب واحد ليا في الحياه، ولكن طول العمر الا انا بقلق. كيفاش انا كنتمنى ان نلقى فرصه باش نبهد على هاد الحياه اللي ترمت فيها بزاف مني. مالك تيقولش ليا ان شي بعض المرات الله كيبتلي الانسان المؤمن ابتلاءات باش يشوف واش غيقدر يتحمل ولا يصبر، ياك تي قلتها ليا. من هاد الابتلاءات هادي كيقدر يكون وراها واحد الفرحه كبيره، وانا اللي كيصبر وكيتحمل الله كيوري ديك الفرحه. ملاك وهي كتحاول تحبس دموعها، ولكن هذا كبير كبير بزاف، هنا كبير بزاف اللي تحقرت تانيت. هادشي اللي وقع ليا راه بزاف كثر من اني نتخيله بزاف. انت عمرك ما كنتي ضعيفه مالك، انت راك مؤمنه بالله، وعد خويا راه والله ما خيب هكا، والله ما خيب. حاولي تسمعي لي وغادي قولي لي على هادشي اللي في الداخل ديالك، غوتي ضربي عيري، ولكن ما تحسيش نفسك هكا وتتعبي راسك، راك كتاثري على الجانب. الحمد لله انا اللي هذا الشيء اللي وقع وقع مع مؤمن وتزوجتو ديك الساعات، راه الله نجاك من هذاك العذاب اللي كان ممكن تعيشي لو كان شخص اخر. مالك وهي بدات كتبكي. الموضوع ماشي سهل هكذا، ماشي سهل كما كتشوفي، هذا راه عذاب كبير لي، عذاب كبير ما قاداش عليه. هاد كتشوف فيها هنا، كنتمنى انك تشوفي الحياه اللي الله اختارها لك. كيفاش دايره؟ تقدر تكون هاد الحياه زوينه اللي غتعيشها من بعد الحياه الخايبه اللي كنتي محبوسه فيها، شويه ديال التحمل وهكا غتقدرك تخليك انك تكملي. عافاك ما تشوفيش خويا بداك الصفه ديال الوحش. سمعيني سمعيني، طول ما حنا عايشين مؤمنين بالله واثقين ان ما عندناش من غيره، ملي غنقدر ندوزو من اي ابتلاء. حاولي يا مالك حاولي وغادي ترتاحي، ولا ما قدرتيش قتلي مؤمن وريحي راسك. بدات كضحك مالك ياك. هادشي اللي خاصني من بعد هادشي كامل نولي قاتله نقتلو ونسارح. كيف ندير تنسارح؟ انت كتغمز انا صيقيني، والله حتى غتبغي، والله حتى غتبغي، وغادي يجي الوقت اللي غنقولها لك، نقول لك كيفاش كنتي عايشه وكيفاش وليتي. وراه يا خويا راه بزاف اللي كيتمناو غيشوف فيهم الشوفه، حيت خوك وكتبغيه قادر تشوفي الغلط والمصيبه اللي دارها. لا شايفاه مالك، والله شايفاه، ولكن حاس عارفه اخلاقه وتفكيره واسلوبه والرجوله ديالو احترامه لغيره، انه عمره ما ارتبط بشي بنت وضحك عليها، ما يمكنش يديرها. ديما كيقول لي انا كنشوفك في عين كاع البنات قبل ما ندير اي حاجه غلط، كل هادشي كيخليني واثقه انه عمرو يدير هكا، او انه دار هكا وما عارفش شنو كيدير. اسمعي لي اسمعي لي. شافتي يا ملك نظره مطوله وسكتات، بقات رجعت هضرات كتشوف في البحر. كمل مؤمن نهارو في الشركه وكان مع صاحبه، ومن بعد وصلوا للفيلا لانه عارف بلا هنا ما كايناش فيها على اساس يبات فيها تما كاينه، ووصل عليه الداده اللي هي المسؤوله على الفيلا ورجع. طول الطريق شارد هايم حزين، وابتسامته الجميلة مرسومة على شفايفه كل ما كيتذكر مالك. ما عارف شنو المعنى ديال هاد الشعور اللي كيسيطر عليه، ولكن كانت في الداخل ديالو ديك المشاعر المتضاربة. وصل الشقة، دخل الداخل كيلقى تاني داك الدار، الشقة هادئة، الغرفة د مالك مفتوحة. استغرب، شد التليفون ديالو، اتصل بهنا. كانت هنا مازال يا مالك جالسين كيشوفو البحر، كيهضرو، كانوا كياكلو ديك الساعة. محسوش ابدا مرور الوقت، فجاه عاد نتا بهاد التليفون ديالها اللي كيصوني. مؤمن كيتصل. سكتت مالك ما جاوبتهاش. وي الو مؤمن فيكم؟ احنا خارجين. فين خارجين؟ كيفاش امتى خرجتوا؟ والو حتى نجيو نقول لك اشنو كاين. يلا فين كاينين باش نجي نوصلكم؟ شافت هنا في مالك. فين كاينين حنا؟ فين كاينين حنايا؟ حتى بغات تقول الاسم الكافيه اللي جالسين فيه، ولكن ديك النظره ديال الملك خلاتها تتراجع. عاد قالت له الا صافي هما غادي يجيو دابا، وفعلا نضوا ديك الساعات باش ما يتاكلوش. مع وصلوا لتحت قدامنا في الشقه في الطاكسي،
حتى قالت لها هانا غير طلعي انتيا، انا ضروري خصني نرجع للفيلا ناخذ شي حوايج لازمين ومن بعد غادي نجيب باللوطو ديالي. هي تخلع مالك كيفاش بغات تخليني نطلع للفوق بوحدي وخوك كاين تما؟ بدات كضحك عليها هانا. طلعي للقدر ديالك، راه كنضحك معاك اخويا والله تظريف وعسول وهادئ ما كيهز ما زين هو تشدج على بيضه والله العظيم. اسمحي لي يا ربي مالك ياك دابا كتفلى عليا، يلا ديني معاك الفيلا ورجع بزوج بينا عافاك ما تخلينيش بوحدي. لا مالك لا صافي ديجا راك عييتي وحامله، طلع يلا خصك تستراحي وعاد سمعتي ورا شنو قالت لينا قبيلات، قالت خصك ضروري ترتاحي خصك تحاولي انك تكايو باش الجنين يبقى في الوضع ديالو الطبيعي. انا غنمشي دغيا وغادي نرجع عافاك دغيا بسرعه غير طلع تلقاني جيت. مؤمن راه ما غاديش ياكلك، راه على فكره هذاك راه راجلك والله وعاد انت عايشه معاه شحال هذا واش عمرو قرب ليك؟ خليك على راحتك. شفت هنا مالك بديك نظره ديال الخوف والتشكيك، ابتسمت لها هنا بس تسلم مثلا بلا بيز وخلاتها مشات تكتجري. طلعت في الطاكسي قبل ما يمشي، في ما طلعت مالك الشقه بوحدها كتخلف في الرجل وكترجع باللور خايفه بحال غدا القباط عمرها. كان مؤمن جالس في الشقه كيحس بالغضب، ما عرفش علاش تعطلو، ما عرفش علاش خرجوا بلا ما يقولوها لي. فجأة يلا ناض هكا بغي يخرج يتصل بهم في الطريق يشوف فين كاينين باش يجيبو. يلا وصل الباب ديال الشقة حتى كيلقى مالك قدامه بوحدها، ما شافتش فيه حامية راسها وغدا داخلة مباشرة الغرفة ديالها. حسات فجأة فيه كيشد لها يديها بقوة ويدور على عندو، علاش نزلتي من الدار قبل ما تستأذني مني؟ مالك بدهشة بدات كتشوف فيه بتحدي، انت شكون اصلا باش تستأذن منك؟ وقت ما بغيت نخرج غادي نخرج منا براحتي وندخل براحتي، حتى بالنسبة ليا والو. حاولت تسحب يديها من القبضه ديالو ولكن ما قدراتش، رجعت شافت فيه، علاش هاد ليا في يدي؟ طلق مني يا بنادم. شوف اخر مره تقرب ليا، قربها مؤمن اكثر وشاف قوه في عينيها. شتي راك مراتي مش عارفه شنو المعنى ديالها، يعني قبل ما تخرجي ولا تدخلي خصك تقولي هادي وبلا من هاد البساله ديالك حيت غتشوفي مني الوجه الخايب. انا دابا مخليك على راحتك والليل والنهار سد عليك البيت، كنشوفك ما عارفه عليك والو، عارفك خايفه مني اه، ولكن انتي راه شحال هادي وانتي عايشه معايا ما حاولتش حتى مره اني نضايقك، يا اما غتعطيني فرصه نعاود لك شنو وقع وتعرفي شنو وقع ليا وشنو وقع ليك بطريقتي، والا صافي راه بزاف راه طلعت ليا الدم. مالك بدات كترعد بديك النظره اللي شافتها في عيني وقربه منها بديك الطريقه اللي ما تعودتش انها تكون قريبه من اي رجل كيف ما كانت لهذا الحد. عمر شي شخص ما فيها قد القوة أو لا تحداها بهاد النظرة هادي. حاولت أن تبين نفسها قوية بين أنك ما عرفش شنو درتي، ما عرفش الفضاعة ديال داكشي اللي درتي، ولكن كن واثقة أني غادي ناخذ منك حقك مهما وقع. مؤمن كيمس لها حدا ودنيها، كيفاش غتاخدي حقك مني؟ شرحي ليا. على فكرة سيرك مراتي وحلالي وأي حاجة ممكن نديرها براحتي، خصوصا مع بنت بالجمال ديالك والأنوثة ديالك، اعطيني فرصه نهضر معاك ونعاود لك شنو وقع. انت حسيتي عاودي لي شنو كاين؟ حاولي غوتي خرجي داكشي اللي في قلبك وندوز صفحه جديده. مالك حساس بالخجل على الوجنتين ديالها، داك الهمس ديالو قريب وعاد داك التعب والحزن، ولكن مع كل شيء بالنسبه ليا كتبدا في غايه الجمال. وديك الحمراء ديال الخجل علاش على خدوطه باش نفتحوا صفحه جديده ياك كتحلم؟ انا اصلا ما سديتش القديمه باش نحل وحده جديده، وانا غادي نخليك تكره نفسك وغادي نعيشك في ايام كل عذاب عذاب كيما عيشتيني انا بالضبط. وديك الساعه وما غاديش نرتاح من جهتك، سير افتح صفحه جديده مع شي حد اخر. كانت كتهضر ومؤمن كيبتسم لا شعوريا مركز بقوه في عينيها اللي كيلمعوا، الشيء اللي خلاها كترتاب اكثر خدودها كيزاد فوق ديك الحمراء ديالو. ديك القوه ديال الضغط وديك الغضب وديك الالم اللي كتحس بيه بدات معاناتي وواقف كيشوف فيها شويه. دار يدو في الجيب ديالو كتابه جذابه مرسومه على شفايفو وهو مراقبه وهي غدا كتجري وكترهد ودخلت البيت ديالو ودخلت الباب بقى واقف بلاصو كيشوف في الباب اللي مسطور باين غادي تطيحيني فيك. نهد عاد سبب الا مكيناش هنا عداش التليفون واتصل بها ولكن ما كانش كتجاوبو. في هذيك اللحظات بالضبط كانت هنا مشات للفيلا ديالهم فيها الهدوء تام الضوء مطفيين، دخلات كتاخد داكشي اللي باغا كتقاد فيها كف في الصاك ديالها. شويه حسات بواحد الحركه، كان صديق ديال خوها ديك الساعه داخل الحمام كيدوش فيه، يلا دار الفوطة على النص ديال الجسم ديالو خارج يحسس بحركه غريبه كتترتعد ترعد بالخوف قلبها كيزيد كيضرب. يلا غادي تخرج من ديك الغرفه
غادي تدخل كتسمع هكا الحركه في البيت اللي قريب ليها، سمعت غاده وهي مخلوعه شويه، كيبان لها واحد الشخص خارج عاري الصدر ساتر النصف ديال جسمه بديك الفوطه، شافت فيه طلع لها داك الصهد من يديها بصدمه وذهول وخوف، غوتات على حال من جهده وتحت الارض هي بغيبه. مكاوي صاحب خوها ملي شافها تخلع، ما عرفش شكون هذه اللي قدامه، وتا كيبان تبان ليها هكاك طاحت، مشى كيجري كيشوف هكا لبس حوايجهم بسرعه وخرج كيجري الاتصال ديالو مؤمن، كان خايف يبقى لداخل، رجعت تفيق ورجعت تخاف ثاني منه حشويه، بسرعه جا مؤمن طاير عاد عاود لي شنو اللي وقع. مع دخل المؤمن كيلقاه يلا بدات كتحاول تفيق، جا بسرعه هز حطها فوق السرير، مع شافته بدات كتبكي، مؤمن كاين شفار في البيت، بدا كيضحك كاين خوشتي لا ولا شنو، واش سخفتي خليتي الراجل اللي غيموت بالخلعه وبالخوف عليك وبالحشمه، واش كيحسب لك شفار بصح نيت، داك راه صاحبي رجع من السفر وجبتو يبات هنايا في الدار، ما بغيتوش يبات في الشقه ديالو. عرفت حساس بالاحراج، ويلي ويلي بصح صاحبك ملي كنتي نجيب غير شي حوايج ديالي وغادي نرجع، اوف يلا جيب لي داكشي ديالي خليني نمشي ناري الحشمه. رجع شاف مؤمن، واش ما عقلتيش عليه مكاوي صاحبي هذاك؟ هو اللي كان سافر لكندا من شحال من عام، ما عقلتش عليه تبدل بزاف، وعاد كيفاش غادي نعقل عليه في الظروف هذه، راه تخلعت كيحسبني شفار. كان مكاوي في غاية الحرج ملي شافها، اعتذرت ليه وحتى هو اعتذر لها بدوره، لانه ما كانش عارفه باللي غادي تجي في ديك اللحظه. ورجعت هنا هي مؤمن، مشاو لعند ملك اللي فين ما كيتذكرها كيسوق كيبتسم اللي كتفكر ديك اللحظه اللي حس بها بالله حشمات منه. دخلت ملك الغرفه ديالي سدها سلام من الداخل، بقات كتبكي كترهد من الخوف من الحشمه من كل شيء مخلط عليها، خوف ديالها من المؤمن اللي كتذكر ديك الليله الكئيبه وداك الخجل منه من ديك النظرات ديالو منه والخوف ديالو منها، كتبكي وهي كتحسس ديك البلاصه اللي كانت شاده منها، فجاه ولات كتبتسم وهي كتبكي، ما عرفاش واش حماقت ولا مالها كتضحك وكتبكي. بالرغم من كل شيء كان في الداخل ديالها واحد شعور كيسيطر عليها غريب، مشاعر متضاربه ما عرفاتش شنو شكل شنو ما هي ديالها. بين دي كل هذا وهذا كانت شي حاجه اللي زوينه كتخليها تبتسم بعد ما بكات، على بالي هكايا مالي شنو واقع، علاش انا حاسه اني مخيفاش من لا بحال ما نسى حالي، يمكن من كلام ديال هنا علي ولا حيت محاوش انه يتعرض ليا مره اخرى. من نهار جيت لهنا بس بلاصه لا مالك لا هذاك ماشي بنادم، ساي شنو دار فيك، ما تخليش حقك يضيع مهما وقع، خصك تنتقمي منه، عندك تبغيها مالك لا عندك كان مالك تحبني فيه. دخلت الحمام الغرفه ديالها توضات لبسات الاستال وخرجت كتادي الصلاه ديالها وكتناجي الله، كتطلب منه انه يخف الهم ديالها والالم ديالها ويوريها الطريق اللي خصها تمشي فيها. وفي القصر كانت نيفين في الغرفه ديالها كتلبس حوايجها كدير الماكياج كتساعد انها تخرج، دخلت عندها سعاد، بارك من هذا الخروج هذا ديال كل نهار واش معيتيش؟ نيفين بسخريه، عادي يا لاله سعاد نخرج احسن ما نبقى جالسه هنا تفركع تكرف الزبل، داكشي اللي درتيه ممكن الا تفكرتو نلقاو التفكير اني نموت بالفقصه. سعاد من فعل يا بنتي حيدي داك الموضوع من راسك، واش غتكوني عايشه حياتها ناسيه كلشي ما هزاه من والو، انت عام تعبه راسك على والو، عاد هي عمرها ما كانت كتهمك، شنو وقع هذا هي كنتي كتغيري منها. نيفين وهي كتشوف ماما، ولكن كيفاش واش عطيتي الحق لراسك انك ديري هكذا بسبب اني انا كان غير منها؟ انت راك دمرتي مستقبلها، خليتيها كتفقد حياتها وكسرتيها وسرقنا لها فلوسها شريكتها قصرها كل هادشي عندك عادي، غتلقى هي كتموت في النهار ألف مرة، راه ميمكنش أنها تكون عايشة حياتها بسعادة. شوفي يا نيفين أنا صبرت عليك كتر من القياس، ما تخليش تبدل التصرفات ديالي معاك وإلا ما غيعجبك حال، ويا ريت ما تبقيتش في هذا الموضوع هذا، هاد البنت هادي ما بقيتش باغا نسمع سيرتها نهائيا، حسن ما نخفيها من العالم كامل ومن الحياة وديك سعادة ترتاحي. بدات كتقرب منها نيفين، علاش كتكرهيها هكذا بزاف؟ علاش شو دارت لك ماما؟ خديتي من عندها كلشي، شنو كاين شنو الحاجة اللي مخليك تكرهيها؟ تسمات سعاد بغل. شوفي اصلا ماشي انا اللي غادي ندير، انور هو اللي غادي يدير. شافت فيها نيفين بدهشه وعينها كيتوسعوا بالصدمه، وسكتات ما جاوبتهاش لان عرفت الشر ديال ما تاني نقدر يوصل. كانت ملك مازال غارقه في الفكره حتى سمعت صوت ديال المؤمن وديال هنا ملي دخلوا، يتقول مع راسها مادام معاه هنا هذه هي الوقت اللي غنخرج وغادي نوريه
باش يدير ليها هكا، انا نوريك كيفاش يتحكم فيها هكايا، انا غادي نوريك. كان المؤمن كيهضر معاه هنا كيضحك معاه كالعاده، كيضرب على ديك الماكله اللي جاب معاهم في الطريق حتى كتوقف مالها قدامهم. شوف نتايا الا كررتي داكشي اللي درتيه قبيلات راه غنكررها كيف النهار اللي تولدتي فيه. انا نخرج وقت ما بغيت ورجعت وقت ما بغيت، ماشي شغلك نتايا. عندك يحسب لك انايا مكسوره ديال الجناح غدير فيا اللي بغيتي؟ لا، غادي ناخذ حقي منك. شافتي من نظره كل الشميزات ودارت وتمس غادا راجعه حتى كتلقى مؤمن عاود شدها من دراها. انا غادي نكرر اللي درتو فوق ما دير شي حاجه. شافت فيه مالك بدهشه، هو كانت كتشوف فهنا معنا زعما تقيني منه. هنا واقفه مدهوله من شافت مالك قدامه وهي كتهضر مؤمن مع مؤمن ديك الطريقه هكا مدهوش، عمرها ما شافتها هكا بديك الجراه. حتى مؤمن كيفاش هضر معاه بقات كتشوف فيه مالك قربات منه. اش كاينه مؤمن؟ طلق منها، طلق من يديها ما جاوبهاش. مازال كيشوف مالك نظره اللي خلاتها كتخاف بلاصه. الا بغيت ندير شي حاجه غادي نديرها، ماشي داك الباب اللي مخبيه مورا ولا غير يحبسني. سمعتيني؟ ويدخلش شي نهار من الدار بلا ما تقوليها ليا ولا ما تاخدي الايد ديالي، غادي تعرفي ديك الساعه شنو كدير. سما غتعرفي فعلا ديك الساعه انك مراتي ديال بصح. ايوا سيو مره اخرى قبل ما تفوتي الباب تعتبيه تاخدي مني الاذن ونوافق او لا. لا عاود هي كنتي انسانه محترمه مربيه متدينه عارفه ان الله كيامر بهذا الشيء، وبلا ما تعودي انك تسقواي حيت تبين فيك ماشي ديال هذا الشيء. وبنت زوينه بحالك ما يجيش على هذا الشيء ما يناسبهاش. مالك عينيها دامين حيدات يدها من يدو هكا بسرعه. شفتي هي كتشوف فيه كان كرهك وشات كتجري البيت ديالها وسدات عليها. انا كتشوف فيه ما صدقاش شنو اللي درتيها مؤمن؟ حرام عليك داكشي اللي فيها كافيه، راك اديتها ما فيه الكفايه هكا غتخليها تكره اكثر. و اللي كنديرو هو اللي غادي يخليها تبغيني. انا بغيتها تبغيني، بغيت في حياتي معاها تبدا من الاول وجديد. كنتمنى انا داكشي اللي فات صافي يدوز، ما باغيش نبقى عايش فهاد الحياه هكا. يلا يجعل شي بركه. وعاد ما بغيتهاش تبقى خايفه مني، بغيت كلشي يتبدل. انا كتشوف فيه بالصغره وهادشي اللي درتيه نتايا غيجي بالعكس، ماشي غيخليها تبعك، غيخليها تنفر منك. انا عارف شنو كندير، ولكن نقول لك واحد الحاجه. عينيها فينا لون بدات كتشوف فيه وكتضحك ناري على الحماق ديال بصح. ما قدرتش نحدد اللون ديالهم الصراحه، هما تقريبا نقدر نقولوا داك السماوي لون السما، ولكن شي مرات هكا كيولي بحال هكا مغلوقين غادي شويه الموف. مؤمن كيتخيلها بواحد الحب وواحد اللهفه، عينيها غزالين بزاف اكثريه ملي كتكون كتغوت ولا كمعصبه. ملي كنبقى تشوف فيه ما نقدرش اني نركز حتى في الهضره اللي كنقول. بدات كتشوف فيه انا وكتضحك ناري عارفه عندك حمق ولكن ناري راك بزاف. الله يكون في عونك مالك. نجيو دابا الصراحه هنا شوفي، هي ملي كتكوني انت كاينه هنا كتثقوا بيك كتحس براسها بحال كتسامع فيك، اما من غير هكذا راه ما كتقدرش حتى تحل الباب ديال البيت. داكشي علاش من اليوم ما غاديش تبقاي تبات هنا، غترجعي للفيلا. عندها داس انا وهي كتشوف فيه علاش ناوي يا مؤمن ناري عندك دير شي حاجه في البنت. حتى هو كيشوف الغرفة ديالها بغيتها تبغيني. شفت فيه هنا عرفتي يا مؤمن مالك؟ راه ملي كتكون سادة على الداخل كتبقى غير تبكي والله عيانة بزاف مكتسكنش من هكا. مكرهتش أنها تخرج من هاد الجو هاديك، ولكن راه أنا صريت عليها اليوم أنها تخرج باش نشوفو البيبي شنو داير. كنا عند الطبيبة طمنا على الصحة ديالها وعلى الصحة ديال البيبي. قاتلها الطبيبة بلي خاصها متبقاش هكا متوترة وخرجت لها الدواء اللي خاصها تتبع. عارف أنها مخرجاتش النفس، عارف انك تلي خرجتيها. وهاد المره غندوز عليكم لانكم ما استاذنتوش مني، المره الجايه غادي كعادي بصح. هانا كتشوفي مع دام فهم كيفاش غادي تكع ما فهمتش شنو قصتي. شوفي هانا اليوم كتحاول تكرهني اكثر، ما كرهاش انها تضربني وتحداني، كتضربني بهذيك الحاجه اللي كتقلقني، ولكن من الداخل ديالي انا متاكد انها فرحانه لانها لقاتني مهتم بها فين مشات ومنين جات. هادشي بالنسبه ليا غيفرق بزاف في التعامل. اول حاجه لان الحب والاهتمام مهم بزاف للانسان اللي كيكون بوحدو، ما عندو لا حنين لا رحيم ولا حتى واحد في حياته، ما عندو حتى شخص اللي يحط عليه الراس. وانا غادي نكون داك الشخص اللي غتحط ليه الراس، ولحد ما تعرف بينا فعلا غادا راه كتبغيني غادي نكون ديك الساعه انا كنعشقها. انا وهي كتشوفي وكتنهد الله يحفظه صافي. انا حاسه براسي برست عليكم بزوج بيكم. ايوا كنتمنى انكم فعلا تبغيو بعضكم وتعيشوا حياه روميو وجولييت، وديك الساعه نكون انا غير انا من الحب ديالكم. خدات هنا داك الاكل اللي جابوه الملك ودخلت عندها، لقيتها منهاره بالبكا.
كتشوف فيها بحزن، راك مهلوكة صافي، والله مؤمن ما كيقصد حتى حاجة، هو غير كان كنبرزط عليك وصافي حبيبة. مالك وهي كتشهق، شتي كيفاش كنشدني، كيفاش كيحاول انه يخلعني كتر، علاش كيدير فيا هكا، كنكرهو كنكرهو هنا، والله حتى كنكرهو واخا اخوك. انا وهي كتحضنها صافي ملوكة صافي، راك سمعتي بنفسك الدكتورة شنو قالت، اي صوت صور ولا اي حاجة هكا غتنرفيك راه غتخلي الجسم ديالك كيضعف كتر، وعاد انتي غتأثر هكا على البيبي. بقات حاضنة وكتحاول تبردها شوية، هي كترتب هكا تربط على كتفها بحنان، حتى بعدت عليها بشوية وشافت فيها، يلا جينا ناكلو، شفت لك داكشي اللي كتبغي. مالك وهي كتمسح في دموع، يلا غنموت بالجوع والله. بدات انا كنضحك، يعني يلا كنتي دابا كتبكي وطالع لك الدم، مالك الطفولية، ولكن الجوع الجوع كنحس غنموت بالجوع. بقاو كياكلو وكيضحكو في نفس الوقت، هاني كتحاول انها تخفف على داك الخوف والالم والتوتر. شويه كيسمعو الباب كيدق، مالك قفزات في بلاصه، ملي جاي ثانيه كما غيبدا يغوت عليا ثاني. انا وهي كتحبس الضحكه ديالها، لا حبيبي ما تخافيش، بحال كتحسيني بحال هو شي بوع وجاي جينا، والله هو راه طيب بزاف وظريف، راه ماشي معاتو كيهوت. ضربت وحلت الباب حتى كيبان لها مؤمنة كيحاول يدخل راسو باش يطلي يشوف شنو كيديرو لداخل. راه ما كنتش باغيك انت اللي تحلي الباب. شكون كنتي باغيه تفتح لك هي مثلا؟ وراها كتموت من الرعب منك، عمرها ما غتحل لك. سداس قال لا قاس كتاكلي انت وياها وكتهضرو وكتضحكو. شنو هو؟ خدي 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 هاد الشوكولا جبتها عليكم، عطيها وخدي حتى انتيا، خدي هادي عطيها الهدية عطيها ليها، وهادي خديها انتي. علاش هادي نعطيها لها وهادي ناخدها انا؟ انتي مالك هنا عطيها، ديري هادشي اللي قلت لك وصافي. خرج مؤمن سدات الباب، عطات الملك الشوكولا اللي قال لها عطيها لها. في الاول رفضات ملي عرفات بلا هو اللي شاريها وجايبها لها. شي فتحاتها كانت ديجا محلوله، لقات فيها واحد الورقه صغيره في الداخل ديالها، تسنات حتى نهزاتها هنا فتحاتها وقرات داكشي في الداخل ديالها. مسقيش الشريفية مرة أخرى، وانتي كتغوتي حيت عينيك غزالي بزاف، كل ما كانت شانة هنايا كنت غندير شي حاجة اللي تكرهك فيا كتر، كنبغيك. حسس بالخجل، خدودة حمار وسيغ بلاس، قلبها بدا كيدق بسرعة، ما عرفت السبب، عمر شي حد ما قال لها شي كلام هاكا، ولا شي حد تقرب منها بهاد الطريقة، ولا عمر شي واحد زعم انه يكتب لها شي حاجة ولا يقول لها شي كلام هاكا رومانسي. خبات ديك الورقة ونحسات والابتسامة على شفايفها. وباش غادي نفهمو كتر، غادي نمشيو عند مؤمن في الصباح، جالس مع صاحبو في واحد المطاعم، واحد المطعم من المطاعم، مع صاحبو اللي جا من كندا. ملي سولو على شنو اللي وقع ليه، قال ليه المؤمن بلا دوز واحد الليلة اللي غيرت ليه كل شي حياته. صاحبو هو كيشوف فيه شنو وقع، عارف الشركة ديال صفوت جروب اللي كان الاسم ديالها كبير في السوق، كانت كتنافس الشركة ديال المكاوي. أكيد كان مول الشركة هو المنافس ديال بابا الله يرحمه. كان هاد السيدة توفى ومراتو شحال من عام هادي، والشركة بقات البنت الوحيدة، وهي للأسف مكانتش كتفهم أي حاجة من هادشي، كانت تبقى صغيرة. بعدا خدا عمها ومراتو وجاو بنتهم تاهي وعاشو معاها، من ديك الساعة مسكو الشركة وهي ما عارفة حتى حاجة على داك الخدمة ديالها. المهم من شحال من شهر كان واحد الصفقة من المفروض أني نكمل معاها هاد الشركة، عرفتي شكون اللي جا كان مسؤول على الشركة وشكون اللي كان المفروض أني نكمل مع الصفقة؟ وي شكون؟ مؤمن بسخرية، أنور منير. مكاوي بدهشة، شكون؟ واش كتفلى عليا؟ لا تانيك مستغرب بحالك بحالك، ما هتميتش في الأول، ولكن ملي مشيت لقيته هو في مكتب رئيس مجلس الإدارة بنفسه، وعاد كيهضر بسعالي هكا وبغرور. مهم قرر أن الصفقة هادي ما غاديش تتم في الشركة، غتتم في الشقة ديالو، وأنا مشيت للماكينة بحسن نية. يا ريتني ما مشيتش، غدر بيا، ما عرفتش شي حاجة داروها ليا، شي مادة مسكرة ولا مهلوسة ولا ما عرفتش شي حاجة كتغيبك على العالم، كتخليك كتصرف شي تصرفات ماشي ديالك. المهم راه كتشوف كل شيء قدامك، ولكن كتخليك كتغلط من غير ما تحس. ومن بعد مشى خرج هو الناس اللي كانوا معاه، شويه لقيت واحد البنت داخل الشقه، ومن بعد رجع سكت وهو كيتذكر. مكاوي شنو درتي شي كارثه مع البنت؟ مؤمن هو كيشوف البعيد، فقط لقيتها نحت حدايا كل هدم، وديك الساعه زيت المستشفى حالتها كانت بزاف صعيبه،
بقات كتغوت كتبكي، راه تقريبا مدة وهي في المستشفى. بلغني الدكتور بلي حامل، كاهوي بصدمة. شنو درتي؟ نهار كانت خارجة من المستشفى مشيت تبعتها لغاية القصر اللي عايشة فيه، وسمعت الكلام اللي مرات عما قالته ليها، قلبي تقطع على قبلها. حسيت براسي بلي دمرت لها حياتها أكثر ما هي مدمرة أصلا. وديك الساعة طلبت العدول وتزوجت بها، وراها عايشة دابا في الشقة ديالي عايش معاها. صدقات هي من الراجل اللي كنا كنهضرو عليه دابا، مكاوي ولد الحرام. يعني انور ما نساش داكشي اللي وقع، كان باغي ينتقم منك، ينتقم بهاد البنت هادي. هذا خصو يتربى من الاول وجديد. واه عرفتي كاش نشدو نقتلو غير حصه. مشيت للشركه داك النهار ضربته وهددته وقال لي ما غاديش نخليه وغادي ينتقم منه. بدا بحال ما بسمش نهائيا، يعني كيضرب برود. كتحاسس انه ما غاديش يخليك فحالك مامي، كتحاسس انه غينتقم منك، ولكن والله تنوريك فيه، دابا نفرجك فيه مامي. هو كيتنهد، كنت باغي نسفو كنت غادي نديرها، ولكن انا كنت باغي غير نعرف شنو الصفه ديالو باش يشد هو شركه بحجم ديال هاد الشركه ديالي. شنو اللي دخلوا لها اصلا؟ شكون اللي سمح لي يجلس في المكتب ديال رئيس مجلس اداره وعلى الكرسي ديالو؟ مكاوي والبنت دابا كي بقات كتكرهني بزاف، ما كتاقنيش حتى شوفها، ما كتكملاش فيا. ولكن بالرغم من كل شيء كنحس براسي طلبتها بزاف. عاد خلا وسناس على تنازل على الشركه والقصر بحسن النيه، كنتمنى اني نقدر نرجع لها حقها. مكاوي بغضب، ولاد الحرام واش كاين مازال شي ناس بحال هكايا؟ شوف اصاحبي ان شاء الله غادي يرجعوا لها حقها، نتعاون انا وياك وغادي يرجعوا لها حقها. عارفه مكاوي، ولكن دابا بغيت غير نعرف شنو علاقة أنوار بهاد الشركة، وعلاش خلاني ندير هاد الشي فهاد البنت؟ تاع الحديث ديالو مؤمن نيسون على التليفون واحد رقم دهانة. وي عسق مؤمن عسق، ماما رجعت من السفر. في الفيلا ديال عائلة مؤمن دخلت الأم ديالها لداخل مع بنت ختها، كتلقاه الهدوء ما كاين حتى حد. أنيسة شنو هاد الشي؟ ليان طلعت لحي شوفي الفوق واش كاين شي واحد فيهم. طلعت ليان الغرف ديالو دقائق ورجعت، لما كاين تحت دخلتي. أنيسة باستغراب، ما يكون مشاو على الصباح هذا، ما يمكنش. مؤمن زعما يكون مشا الشركة دابا. خدا التليفون ديالها واتصلت بهنا، هنا اللي كانت ناعسة حدا مالك في الغرفة ديالها، تسمعت صوت التليفون ديالها كيصوني. بس زوج جاوبات لأنها بقات سهرانة هي ومالك كيهضرو بلا ما تشوف شكون المتصل. ألو أنيسة فينك؟ هنا ومازال على حالتها ناعسة. شكون معايا؟ اوف ناعسة انا ماما، كفينك هنا. نط بلاصة مفزوعة قفزات، ماما انا ناعسة حبيبة في الدار، فين غادي نكون؟ في الدار؟ واش كتفلى عليا؟ راه انا نيت في الدار. انا مصدمة، انا عند واحد صاحبتي وداني ناعسة عندها، كنت عيانة. شوفي دقيق وسكوني قدامي هنا، سمعتيني؟ وقطعت على التليفون. نط بسرعة اتصلت مؤمن وخبراتو، مؤمن اللي تصدم حتى هو من الرجوع ديال الام ديالو. كان ديك الساعه مازال جالس مع مكاوي، ملي عرفها بقى كيشوف كيدور في عيني. هنا من الخوف ديالها من ماماها اللي جات مقدرش انها تسنى مؤمن، خافتو انه يتعطل لها. ضي لبست حوايجها بسرعه وخرجات خلات ملك ناعسه. ملك ملي فقت ما لقاتهاش، خرجات كتقلب عليها، ما داخله حتى كتلقى وجهها اللي وجه مؤمن اللي جا باش ياخذ هنا. ملك تخلعات من شافتو، شنو كدير انت هنايا؟ ابتسم لها، نتي شنو كديري هنايا؟ نتي خرجتي من غرفة الكاف ديالك؟ مخايفاش اني نخطفك؟ كتحاول انها تبان قوية، انا ما كنخافش منك، بالك من ديك الطريقة ديالك المستفزة. داك يشوف عينيها بكل قوة، حلفي انك ما كتخافيش مني؟ ملك كلها توترت ولات كلها كتغزل. انا ماشي ضعيفة كيما كيحسب لك نتايا، ماشي عيني، انا عندي ثقة بالنفس، انا قوة مما كتخيل. تاسم ديك الابتسامة الجذابة ديالو، شكون اللي قال لك اني حاس انك هكا؟ شكون اللي قال لك باش عرفتيها؟ حتى انسان بارد. يلا دارت باش غادي تمشي حتى شدها بيديها، ولكن بطريقة اقل قوة من المرة اللي فاتت. كليتي الشوكولا اللي عطيتك البارح؟ كنت كتشوف فيه ولكن بعينات لا. واخا هاد المرة هادي من نجيبها لك، حليها وكوليها. شفتي مالك واحد النظرة حادة ودارت باش تمشي حتى كتلقى يديها مازال في يديها، مبغاش يطلق. بالمناسبة عينيك زوينين بزاف، انت مالك ومال عينيا؟ وعاد ما تقشدني هكا من يدي، ها الا نبقى نكررها لك كيفاش؟ واش ما كتفهمش؟ كيحسب لك ساكسه لك خايفه منك تطلق لي يدي؟
قشات لابيت بالرغم انها كتهضر كيسمع لها وكيشوف عينيها بقوه. واش غادي نبقاها كشاتني؟ طلق مني، واش نسيتي اللي درتي فيا؟ انا مصممه اني مازال غادي ناخذ حقي منك. عندك حساب لك حيت ساكته دابا اني نسيت، عمري ما غادي ننسى. مالش دفا وكيشوف فيها كتعجبوها الكام اللي كتكون متمرده وعصبيه وغير كتحاول انها تغوت، ما كيجيش مع داك الدور. شويه حيد ايدها من يديها حطها على كرشه. البيبي بدا كيكبر في كرشك، كتبني زوينه ومتحامه. مالك بدا هشا من هاد الفعله ديالو اللي ما كانش متوقعها، حساس بالرعشه من ديك اللمسه ديالو. حيدات يديها بسرعه. راك تعديتي الحدود ديالك وقيله، انا اللي غلط اللي خرج من برا ديال البيت، ما سمحت لك اصلا انك تهضر معايا. كان مؤمن مازال كيسمع لها كيتفحص عيني، ابتسم شاف عينيها بقوه. كنظن هذه اول مره شفتك من غير الاسدال ديالك، كتبني بحال القمر مالك. مكنتش متخيل انك في الجمال ده كله، سعداتي بك. مالك بصدمة شافت في نفسها كنلقى راسها فعلا لابسة البيجامة ديال النعاس. شهقات بالصدمة كتحاول انها تحيد يدي على، ولكن مبغاش يخليها حتى بغا هو على خاطرو. مشات كتجري كتحس بالخجل، ردخات الباب على جهدها وجلست هكاك على الارض كترهد كتحس ببطنها وهي كتفكر كلامه. في الاخر ابتسمات بلا ما تحس، حتى انت بعد نفس ساعات قالت بصوت منخفض، ما تنسيش داكشي اللي دار فيك مالك، عندك تأثر بهادشي اللي كيدير. بلهاني كيدير هكا باش ينسيك داك الزبل اللي دار. عندك تبغيها مالك؟ عندك. وصلت هنا للفيلا، مع دخلت كتلقى ماما الجنون كيلعبو لها في راسها. على سلامة لالا، فيك تيفال دابا؟ أهلا بتوتر حبيبة. الحمد لله على سلامتك، توحشتك بزاف. باس توصل المسألة؟ علاش ما قلتي لنا بلي غنجي في هاد الساعة اللي كنا نتسناوك في المطار؟ انا قلت زعما ندير لكم مفاجاه صافي، باينه ما حاملينيش وقيله كاع نجي. المهم ما غاديش تسلمي على بنت خالتك؟ انا بعد انتبهت لبنت خالتها، دارت لها ابتسامه صفراء. كي دايره نيان؟ لاباس الحمد لله. انا فيكتي هلبتي القائية. انتي مالك؟ انتي سوقك؟ كنقصد كنت عند وحده من صحاباتي. انيسه جلسات دايره رجل على رجل ديك الطريقه ديال المتعاليه. شكون هاد صاحبتك هادي اللي خلاتك تكذبي وكتقولي بلي راك في الدار وتخلعتي من حتيتي بيا جيت؟ ها والو، غير صاحبتي من الايام ديال الجامعه ماما، وداكشي اللي قلت لك ماما هو اللي كاين. لا غير راك عارفاني انا ما كنبات عندها شي واحد، غير كانت هي انا هكا وبقيت معاها. خوك فينا هو؟ دخل في ديك اللحظه مؤمن من الباب. انا ماما الحمد لله على السلامه. الله يسلمك اولتي. جاهد الوجود ديالي يعني. ما قلتيش لنا بالله جايه، كنا غادي نمشي نجيبك. صافي خليك من هاد الهضره هادي. كيفاش سمحتي لخصك انها تبات عند شي وحده اخرى من غير في دارهم؟ يلا بغات تجاوب حتى جاوبها مؤمن، ماشي محتاجه تكذبي عليها، ما خصكش تكذبي عليها. هنا ماما هنا فعلا كانت نعسان صاحبتها في الشقه ديالي، حتى انا كتبيت تما كاينه حيت تزوجت. يا ترى كيفاش غادي تقبل انيسه الزواج ديال ولدها بلا خضارها وبنت اللي ما كتعرفهاش؟ وعلاش هما كاع متخوفين من انيسه؟ يا ترى شخصيتها كي دايره؟ واش هي ديك الام السموحه ولا الام القبيحه المتسلطه؟ يا ترى يا مالك شنو باقا مخبيه لك الايام؟ وشنو الحاجه اللي درتها اللي خلات ناس اقارب ديالك كيتصرفوا معاك داك التصرف وكيبيعوك وكاين بالرخيص؟ ان شاء الله تشوفوا هذا الشيء الجزء الثاني من القصه. كنتمنى انها تكون عجباتكم حبيباتي والاعزاء ديالي. ما تنساوش ديال لايك الى كنتو مازال ما درتوهاش. شكرا لكم على الدعم ديالكم. ما تنساوش تخليو لي تعليق فيه الراي ديالكم في القصه والتوقعات ديالكم على شنو مازال غادي يبقى، شنو غادي يطرى مع مالك، كيفاش غادي يتصرف، كيفاش غادي تكون الام ديال المؤمن، وكيفاش غادي تتقبل، واش تتقبل مالك في حياتهم ولا لا. بغيت شويه ديال التخيل هكا، كنا نخدموا داك الخيال ديال الكتاب والروائيين ونحاولوا اننا نتخيلوا احداث من القصه. شكرا لكم، الى اللقاء في امان الله.